إن المشي على أغطية حمامات السباحة لا يسبب سوى المتاعب على محمل الجد، قد تبدو غير ضارة، كلها لامعة ومغرية، ولكن بعض النماذج ليست مصممة للتعامل مع وزننا. تسقط وأنت في عالم كامل من المشكلات. أولاً، من المحتمل أن تجد صعوبة في العثور على الثقب مرة أخرى، وبمجرد محاصرتك، حظاً سعيداً في محاولة الهروب، تم تصميم هذه الأغطية لتطفو، لذلك سوف تلتصق بك. التصادم يجعل الأمر أسوأ، مما يزيد من فرص التشابك. من حمامات السباحة إلى المستنقعات، الآن يتحول الخطر إلى فقاعات تبدو وكأنها تنجرف في طريقك. انتبه لأن هذه علامة على احتمال وجود تمساح في مكان قريب. خلال موسم التزاوج يقدم ذكور التماسيح عرض رائع لجذب الإناث، حتى إلى حد التجوال في الأحياء. عادة ما يستغرق الذكر بضعة أسابيع حتى ينتصر على الأنثى، وإذا اعتقدت أنه شريك مناسب يبدأان في السباحة حول بعضهما البعض. لكن عملية التزاوج بحد ذاتها تعتبر خاصة بشكل مدهش، لأنها تحدث تحت الماء. كل ما يمكن رؤيته من التزاوج الفعلي هي الفقاعات التي ترتفع من قاع المستنقع. التهديد التالي تحت الماء أصغر بكثير، ويبلغ طوله حوالي 35 سنتيمتر فقط. قد تبدو ديدان الدم صغيرة، لكنها مثل المسوخات الخطرة الصغيرة. خلال حياتها، والتي عادة ما تكون حوالي 5 سنوات، تتغذى على المعدن الذي تجده في الرواسب في قاع المحيط. يندمج هذا المعدن في الواقع مع الفكين، مما يؤدي إلى تكوين أسنان معدنية. نعم، أسنانها فائقة الحدة مصنوعة من 10% من النحاس، وهو أعلى تركيز موجود في أي حيوان. عندما تكون هذه الدودة البحرية ذات اللون الأحمر الزاهي جاهزة للهجوم، فإنها تقلب جهازها الهضمي، بما في ذلك تلك الأسنان المعدنية، وتطلق أحشاءها مثل التوربيد نحو هدفها، ويحتوي سمها على 32 نوعاً مختلفاً من السموم، مما يشل فريستها تماماً. التهديد الأحمر التالي في قائمتنا هو طائر البيت هوي. على الرغم من مظهره اللطيف، إلا أن هذا الطائر يحمل لكمة سامة. يحتوي ريشه على مادة كيميائية تسمى باتراكوتوكسين، والتي توجد أيضا في الضفادع السامة وبعض الخنافس. في الأساس، عندما يدخل هذا السم إلى نظامك، فإنه يفسد الأداء الطبيعي لقنوات الصوديوم في الخلايا العصبية. يؤدي هذا الاضطراب إلى إبقاء هذه القنوات مفتوحة لفترة أطول، مما يتسبب في تحفيز الأعصاب بشكل لا يمكن السيطرة عليه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشلل أو مشكلات في التنفس أو ما هو أسوأ. لذا إذا وجدت نفسك في وطنه الأصلي، غينيا الجديدة، فالتزم بعشاء الدجاج وابتعد عن هذا الطائر. شيء آخر لا يجب أن تأكله أبدا هو السمكة المنتفخة، خاصة النوع المشهور جدا في اليابان والمعروف باسم فوجو. إذا كنت تريد تجربتها حقا، فاعلم أن الطهاة المهرة والمرخصين فقط هم من يمكنهم إعدادها. يجب التعامل مع الفوجو بحذر شديد، لأن أجزاء معينة من السمك تحتوي على سم يسمى التيترودوتوكسين. ولفهم مدى خطورة هذه المادة، ضع في اعتبارك أن حوالي 50 شخصا يموتون سنويا بعد تناول هذه السمكة، ويعاني المئات من أعراض مثل الدوخة والقيء. إذا تم إعدادها بشكل صحيح، وأؤكد على إذا، يمكن الاستمتاع بهذا النوع من السمك المنتفخ على شكل ساشيمي أو في أطباق ساخنة، لكنني لن أجرؤ على تجربتها. إذا عثرت يوما على بطيخة ذات رغوة، فاعمل معروفا لنفسك، لا تأكلها. تحدث رغوة ناتجة عن شقوق القشرة لأنها تنمو في طقس شديد الحرارة. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، تأتي هذه الفاكهة في الغالب من فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وديلاوير وتكساس. عندما ينمو البطيخ في تلك الحرارة فإنه يبدأ بالتخمر، وبمجرد أن تبدأ هذه العملية داخل البطيخ فإنها تخلق بيئة مثالية لازدهار مسببات الأمراض السامة. ثق بي، هذه ليست النكهة التي تريد استكشافها، لأنها يمكن أن تصيبك بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا تراكمت عملية التخمير وقررت تقطيع البطيخ، فاستعد لانفجار الفاكهة. تخلص من البطاطس الناتنة في أسرع وقت ممكن. عندما تصبح هذه البقع طرية، فإنها تبدأ في إطلاق غاز سيء يسمى سولانين. استنشاق ما يكفي منه يمكن أن يفقدك الوعي ويصيبك بالهلوسة والحمى الشديدة. عادة ما يكون للبطاطس في تلك المرحلة لون أخضر، على الرغم من أن اللون الأخضر الذي يتشكل على قشرة البطاطس هو في الواقع الكلوروفيل، وهو ليس ساما على الإطلاق، إلا أن وجوده يشير إلى وجود تركيزات من مادة السولانين. يتم إنتاج هذا السم في الأجزاء الخضراء من البطاطس مثل الأوراق والساق وأي بقع خضراء على الجلد. تحدث هذه العملية الغريبة لأنها آلية دفاع النبات ضد الحشرات والأمراض والحيوانات المفترسة، وعلى ما يبدو ضد البشر أيضا. لمنع أي عواقب سيئة، تذكر تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم وإزالة القشرة قبل تناولها.
التالي في قائمتنا هو الشيء الذي نحبه جميعا، النقانق. إلى جانب قيمتها الغذائية الصفرية ومكوناتها المثيرة للجدل، فإن شكل النقانق هو سدادة مثالية للممرات الهوائية. في الواقع هذا هو السبب الرئيسي لاختناق الأطفال دون سن 14. كشخص بالغ ربما تكون بالفعل حذرا جدا، ولكن لا يزال من الذكاء تخطي مسابقات أكل النقانق. لا تقطف الكاجو مباشرة من الأشجار. في حالتها الطبيعية تحتوي هذه الكائنات الصغيرة على مادة صمغية زيتية تسمى أوروشيول. إذا لمسته يمكن أن ينتهي بك الأمر بطفح جلدي يسبب الحكة، ويبدو وكأنه حالة سيئة من اللبلاب السام. لحسن الحظ فإن الكاجو الخام الذي تجده في محلات السوبر ماركت ليس خاما حقا، لقد تم تحميصه على نار عالية مرة أو مرتين لجعله صالحا للأكل. بمجرد أن يصبح الكاجو خاليا من اليوروشيول فإنه يخضع لفحوصات الجودة، ومن ثم يصبح جاهزا للعرض على الرفوف. شيء آخر ليس آمنا للشراء وهو الملابس التي تحمل علامة مقاومة للبقع. أعلم أن الأمر يبدو أمرا رائعا، لكن هذه الكلمات قد تعني في الواقع أن العنصر مملوء ببعض الأشياء غير ضائعة التي يمكن أن تعبث بجسمك، مثل البير والبوليفلورو الكيل. لذلك إلى جانب جميع الأشياء المعتادة مثل المعالجة والأصباغ، تحصل هذه الأقمشة على جرعة إضافية من المواد الكيميائية التي تلتصق حتى بعد ارتدائها. نعم، قد تكون الملابس المقاومة للبقع سامة، ويمكن أن تسبب لك جميع أنواع المشكلات مثل الطفح الجلدي والصداع وضباب الدماغ. لقد سمعناها جميعا مليون مرة، ولكن الأمر يستحق التكرار. لا تقف بالقرب من قطار متحرك. لكن لماذا؟ حسناً، عندما يمر القطار بسرعة على القضبان يندفع الهواء بسرعات مختلفة على جانبيك. وفقاً لما يسمى بنظرية بيرنولي، فإن ضغط الهواء بينك وبين القطار أقل من الضغط الموجود على الجانب الآخر منك، وهذا يخلق نوعاً من الشفط الذي يمكن أن يسحبك نحو القطار، مما يعرضك لخطر التعرض للأذى. لذا نعم، من الأفضل بالتأكيد الابتعاد عن المسارات. ولكن إذا كانت خطة سفرك تتضمن القفز إلى مقعد الراكب في السيارة، فلا تضع قدميك على لوحة القيادة. لقد فعلنا ذلك جميعا، لكن هذه العادة تشكل خطورة كبيرة. أحد الأسباب الأكثر أهمية لتجنب وضع قدميك على لوحة القيادة هو الخطر الذي تشكله إذا انتفخت الوسادة الهوائية. من المفترض أن تنتفخ الوسائد الهوائية بقوة خطيرة في حالة وقوع حادث. إذا كانت قدماك في الأعلى فمن المرجح أن تتعرض للأذى عندما تصطدم الوسادة الهوائية بك، مما قد يتسبب في بعض الإصابات الخطيرة مثل الكسور أو الخلع. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العادة السيئة تقلل من فعالية حزام الأمان. عندما تكون قدميك في وضع مرتفع فقد لا يبقيك حزام الأمان ثابتا في مكانك. إذن أنت في رحلة برية متجهة لمغامرة تخييم. أنت تتجول في الغابة وتبحث عن المكان المثالي لنصب خيمتك، ولكن انتظر، هل هذه علامة إكس برتقالية مرسومة على شجرة؟ قد تظن أن هذه مجرد إشارة إلى أن الشجرة ستقتلع، لكنها في الواقع شيء آخر تماما. تستخدم دائرة الغابات الأمريكية هذا رمز لتحديد الحدود، والتي تشير عادة إلى حافة الأراضي المملوكة للحكومة. لذا إذا لاحظت علامة إكس برتقالية على شجرة فإن أفضل تحرك لك هو أن تستدير وتعود من حيث أتيت. بينما تتجول برفقة صديقتك آني في إحدى المناطق الاستوائية حيث أشعة الشمس الحارقة، ترى قطيعا من الكناغر تقفز في الجوار. توقف سيارتك وتخرج لالتقاط الصور بهاتفك، حتى أنك تبدأ بثا مباشرا لتثير إعجاب أصدقائك ومتابعيك. لكن فجأة يقفز أحد الكناغر نحوك بأقصى سرعة مستعدا لضربك. حسنا، لنتوقف هنا قليلا قبل أن تتعرض أنت وصديقتك لأي أذى. يملك الكنغر ساقان قويتان للغاية، ويمكنه القفز في الهواء لمسافة 9 أمتار. تمكنه هاتان الساقان القويتان من القفز بسرعة تصل إلى 48 كيلومترا في الساعة، أي أسرع من أي شخص عادي. لذا إن كنت تفكر في تجاوز حشد من الكناغر الغاضبة أو كنغر واحد حتى، فلا تفكر حتى في ذلك. ستتمكن الكناغر من مطاردتك وطرحك أرضا قبل أن تصل إلى سرعتك القصوى. لدى الكنغر ذيل قوي يستخدمه بمثابة عضو خامس أثناء الرعي في الحقول. عادة ما تتناول الكناغر العشب مثل الأبقار، لكنها تتغذى أيضا على الشجيرات والطحالب والفطريات، وتستخدم ذيلها أيضا للحفاظ على توازنها. يصل طول الكنغر إلى 180 سنتيمتر، ويمثل الذيل نصف طوله. لنعود إليكما الآن يا رفاق. يبعد الكنغر عنكما 4 أمتار فقط، وأول ما على كل منكما فعله هو حماية جسده.
قف موجها أحد جانبيك نحوه ومد ذراعك أمامك واحرص على حماية رأسك. لدى الكنغر كفوف بمخالب حادة للغاية، وبالتالي عليك تجنب أن يمسكك بها خاصة من منطقة الرأس. يركل الكنغر بقدميه معا، أي أنه يستند على ذيله ويمد ساقيه لركل أعدائه، أي أنت وصديقتك. قدما الكنغر ضخمتان، وهذا ما يجعلهما أشد خطورة. حسنا، لازال الوقت متوقفا، لذا يمكنك أنت وآن اتخاذ الوضعية المناسبة والاستعداد لهجوم الكنغر والتصرف. يقف الكنغر في مواجهتكما كملاكم في حلبة. إنه يقترب، لكنكما تقفان بالوضعية الصحيحة لتقليل الضرر من جهتك قدر المستطاع. ومع أنك تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسك، تظل مواجهة كنغر بطول 180 سنتيمتر فكرة سيئة. أفضل ما يمكنك فعله هو التراجع ببطء دون أن تخيفه. لا تدر ظهرك له، فقد تتعرض لهجوم مفاجئ. إن لم يفلح التراجع، دع الكنغر يعلم أنه قد فاز في هذه المعركة. لا تبادله نظرات واتخذ وضعية الانكماش. ربما فاتتك بعض العلامات التحذيرية وأنت تنظر إلى القطيع. وعندما قفز أحدها نحوك، كان يقف على ساقيه ويثني عضلاته ليظهر سيطرته. أكبر خطأ ارتكبته هو التوقف للنظر إلى هذا القطيع بينما كان يرعى بسلام. لقد نظرت إليك الكناغر كمصدر تهديد واتخذت وضعية الدفاع. يضم القطيع الكثير من الصغار التي تخرج رؤوسها من جيوب أمهاتها. تملك أنثى الكنغر جيبا على بطنها مكون من ثنية جلدية لتضع فيه صغارها. عندما يولد الكنغر الصغير يكون بحجم حبة عنب، لكنه يكبر بعد ذلك ويتحول إلى الحجم العملاق الذي نعرفه. وبعد 10 أشهر فقط يصبح الصغير كبيرا بما يكفي للخروج من جيب الأم والقفز بمفرده. إذا نجوت أنت وأني من تلك المواجهة حاليا، لكن ماذا سيحدث عند مواجهة كنغر بطول 12 مترا؟ أمزح معك، نحن لا نقول سوى الحقائق. سيكون من الصعب جدا مواجهة دب رمادي. أول ما عليك معرفته عن الدببة الرمادية أنها تبدو لطيفة حقا عندما تقطف التوت أو تخدش ظهورها بلحاء الشجر، لكن جانبها المظلم أسوأ من الكناغر. بينما كنت تتنزه برفقة آني، يدنو منك فجأة دب رمادي بعد أن شم رائحة بعض الطعام اللذيذ. لكن لا حاجة للذعر، سنوقف الزمن هنا لمنحك فرصة للتفكير فيما عليك عمله. بشكل عام، أفضل طريقة للنجاة من دب رمادي هي تجنبه كليا. تبحث الدببة الرمادية عن أفضل الأماكن للعثور على بعض الطعام، فهي تملك حاسة شم مثالية قادت هذا الدب إلى مكان نزهتكما. الدب على مسافة قريبة جدا منكما، لكن لا داعي للذعر. يجب أن تظهر للدب أنك مجرد ضيف في أرضه. ابتعد ببطء وأنت تتحدث بنبرة منخفضة وهادئة. يجب أن يعرف أنك مستسلم له، فهو المهيمن هنا. سيكون الأمر خطرا للغاية عند مواجهة الدب وجها لوجه، لذا تجنب أن تدير ظهرك له أو أن تهرب منه. لن يؤدي هذا سوى إلى مطاردة الدب لك، ولن تتمكن من الفوز في هذا السباق. إنه أسرع من البشر ويمكنه السباحة وتسلق الأشجار. لذا إن لم يكن لديك جناحان للتحليق بعيدا، فلا تحاول الهرب من الدب الرمادي، وتجنب أيضا التحديق في عينيه. فتماما كما هو الحال مع الكنغر اللطيف، ترصد الدببة كل حركة تأتي بها وتعتبر التحديق في عينيها إشارة عدائية تدل على التحدي. تحب الدببة الرمادية أيضا لعبة الدجاجة، فهي تنتظر رؤية تحركاتك وقد تأتي بهجوم مزيف لترى كيف ستكون ردة فعلك. وفي كلتا الحالتين عليك البقاء ثابتا في مكانك. إن أخفض الدب رأسه وأمال رقبته نحوك، فهذا يعني أنه يريد أن يوجه لك ضربة مباشرة. لكن بما أننا أوقفنا الزمن، فلن يمكننا معرفة ما يريد فعله على وجه اليقين. لنعود إلى الواقع ونرى ما سيفعله الدب، لأن تخطيطك للخطوة التالية معتمد على حركته. لم يظهر الدب الرمادي أي إشارة عدائية حتى الآن، يراوده الفضول فقط. تذكر ما تعلمته، تجنب التواصل البصري. حسنا، يظهر الدب الآن بعض الإشارات العدائية، أي أنه قد يهاجمك. اثبت في مكانك، إنه يقترب. أفضل ما يمكنك فعله في موقف كهذا هو الخضوع التام له من خلال الاستلقاء على وجهك أرضا وتغطية رأسك بذراعيك. لا تتحرك،
قد يدرك الدب أنك خاضع له ويبتعد عنك، وأحيانا تبقى الدببة لفترة من الوقت ثم تتركك وشأنك. لحسن الحظ لا يريد هذا الدب سوى طعام النزهة، لذا يمسك بالشطائر ويهرب. لقد حالفك الحظ هذه المرة، لكن إن تعرضت بالفعل لهجوم إحدى الدببة فعليك مواجهته بكل قوتك، ويمكنك أيضا الاستعانة بأي أجسام قريبة. ويفضل في حالة كهذه أن تستهدف بقوة المناطق الأكثر حساسية كعيني الدب وأنفه. يتميز أسد الجبال عن غيره من الحيوانات المفترسة الأخرى بقدرته الهائلة على المطاردة. سيطاردك أسد الجبال إن ظن أنك وجبة شهية، وقد ينقض عليك في أي لحظة إن وجد الوقت مناسبا. لا تهاجم هذه السنوريات البشر عموما، لكن من يدري ما قد يدور في أذهانها. القاعدة العامة التي عليك اتباعها عند مواجهة أسد الجبال تشبه إلى حد كبير ما عليك فعله عند مواجهة الحيوانات الأخرى. ابق ثابتا في مكانك وتجنب الهرب، سيستفز هربك أسد الجبال ولن تتمكن من التغلب عليه. يتمتع هذا الحيوان بقوة كبيرة وردود فعل سريعة، كذلك فإن مخالبه قوية وعضاته فظيعة، لذا لن ترغب بأن يطاردك. والآن سنوقف الزمن لنعرف ما عليك فعله. والآن بعد أن وقفت ثابتا حاول أن تبدو أكبر من أسد الجبال. أجل، ارفع ذراعيك وانفخ صدرك وحاول أن تحدق به طوال الوقت لتؤكد له أنك المهيمن. يجب أن لا تبدو ضعيفا أو خاضعا للأسد على عكس الدب أو الكنغر، بل يجب أن تبدو أقوى منه، لذا لا تتخذ وضعية الانكماش أو تتعرق خوفا. إنه يراقب كل تحركاتك. تعتمد الخطوة التالية على ما سيفعله أسد الجبال. لنعد إلى الواقع. حسنا، إذن بدأ الأسد يظهر إشارات عدائية. إنه أسد عنيد ويرفض الهزيمة في هذه الجولة. إن لم ينجح التظاهر بضخامة الحجم، حاول التلويح بذراعيك والصراخ بصوت عال وقوي بقدر استطاعتك. إذا استطعت إلقاء بعض الصخور عليه لإخافته فلا تتردد في ذلك. والآن يبدو أنه يريد الهجوم. بغض النظر عما سيفعله، قف في مكانك ثابتا، وبعد فترة سيستسلم أسد الجبال. لقد فزت في هذه المواجهة، لكن لا يعني هذا أنك ستتمكن من تجاوزه مستقبلا. إذا تعرضت لهجوم أسد الجبال فسيكون خيارك الوحيد هو الهجوم. ابحث عن أشياء قريبة لمساعدتك في هجومك ولا تستسلم أبدا. مغطاة بشعر بني شائك ولديها 9 أزواج من الأذرع المتعرجة، يرقة عثة هاج مختلفة تماما عن اليرقات الأخرى، وبسبب مظهرها المشعر نالت لقب اليرقة القرد. تعيش هذه الحشرة الغريبة في أمريكا الشمالية، حيث تختبئ في الأشجار الظليلة وشجيرات الزينة. هذه الحشرة الصغيرة ليست مسالمة كما قد يوحي مظهرها، فالشعيرات على ظهرها متصلة بغدد سامة في جلدها، وفي حال دفعك الفضول لمد يدك ولمس الشعيرات فسيتحول لون يدك إلى الأحمر الفاقع فورا، وستشعر بحرقان وحكة كأعراض لسعة النحل تقريبا، لذا لا تفعل ذلك. وفي حال تعرضت للسعة هذه اليرقة فاغسل مكان اللسعة بماء جار فورا لإزالة أي شعيرات متبقية من الحشرة. سيبدأ مكان اللسعة في التعافي وستختفي خلال أسبوع واحد. نملة الرصاصة هي الأكبر بين أنواع النمل قاطبة، لكن رغم هذا اللقب لا يزيد حجمها عن حجم القرش. يمكن العثور على نملة الرصاصة في بعض الدول مثل نيكاراغوا وباراغواي في أعماق الغابات المطيرة. قد يكون حجمها صغيرا لكن لسعتها عظيمة، فهي أكثر إيلاما من لسعة الدبور أو النحلة 30 مرة. يطلق السكان المحليون اسم نملة 24 ساعة على هذه الحشرة الصغيرة، لأنك ستشعر بالانزعاج ليوم كامل بعد التعرض للسعتها. ورغم هذا الشعور المزعج، لسعة نملة الرصاصة ليست خطيرة وستختفي في غضون أسبوع واحد. تتميز هذه النملة بعادة غريبة تساعدك على تجنب التعرض للسعتها القوية. تطلق نملة الرصاصة رائحة كريهة قوية ومقززة لإبعاد الحيوانات المفترسة، لذا إن كنت تتجول في غابة مطيرة وشممت رائحة كريهة للغاية ستعرف أنها هناك. تبدو حشرة التقبيل مثل الصرصور العادي، باستثناء أنها أنحف وبلا أجنحة وخطوط مميزة تغطي ظهرها. وعلى الرغم من اسمها اللطيف فإن هذه الحشرة أبعد ما تكون عن اللطافة. عادة ما تتواجد حشرة التقبيل في الولايات الأمريكية الجنوبية الدافئة، وتختبئ في أي مكان، في الشقوق وتحت الأسرة وداخل الأثاث.
اللقب الذي أطلق عليها هو الحشرة مصاصة الدماء، لأنها لا تخرج إلا في الليل، وفي حين أن لسعتها ليست مؤلمة جدا إلا أنها قد تكون خطيرة. من الشائع التحسس من لعاب حشرة التقبيل، وفي هذه الحالة تسبب لسعتها حكة شديدة في الجلد. كما تحمل هذه الحشرة نوع طفيليات خطير يؤثر سلبا على معظم البشر، وفي حال تعرضت للسعتها فاذهب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن. الدبور الياباني هو أكبر أنواع الدبابير في العالم، ويتميز بنمط مخطط باللونين الأصفر والأسود. بفضل حجمه وشكله يمكن تمييزه بسهولة عن النحل والدبابير الأخرى. الدبور الياباني أكبر وأنحف بكثير من النحلة الطنانة، وأطول بكثير من الدبور العادي، ويعيش في اليابان طبعا، حيث يتنقل في مستعمرات مكونة من 700 دبور. الأشخاص الذين تعرضوا للسعة الدبور الياباني شبهوها بلمس قضيب معدني ساخن. إن كنت منحوسا وتعرضت للسعة هذه الحشرة فاتصل بالإسعاف فورا، وأثناء انتظار وصول الإسعاف اغسل مكان اللسعة بماء بارد. عنكبوت الأرملة السوداء من الحشرات الخطيرة ذائعة الصيد في عالم الحيوان. حجم العنكبوت بحجم مشبك الورق تقريبا، وتتواجد علامات حمراء على شكل ساعة رملية على بطنه تسهل تمييزه. غالبا ما تنتقل هذه العناكب منفردة، وتعيش في المناطق الدافئة في المخابئ الجافة والمظلمة. الأرملة السوداء أكثر العناكب سمية في أمريكا الشمالية، وسمها أقوى ب15 مرة من سم الأفعى الجراثية. لكن الغريب هو أن لدغة الأرملة السوداء تكاد تكون غير مؤلمة وتشبه وخزة الدبوس، لكنها قد تمرضك بشدة. إن صادفت الأرملة السوداء في قبو منزلك لا تضايقها، لأنها لا تلدغ إلا عندما تنزعج، وإن لدغت فاذهب إلى المستشفى فورا، سيقدم لك الكادر الطبي مضادا للسم للتقليل من أعراض اللدغة. دبور السترة الصفراء هو نوع دبابير خطير يمكن العثور عليه في جميع أنحاء العالم. سمي بهذا الاسم بسبب نمطه المميز باللونين الأصفر والأسود. لونه الأصفر فسفوري فاقع وأزهى بكثير من لون الدبور العادي. يعيش هذا الدبور في مستعمرات كبيرة، ويبني أعشاشه في الأشجار والحشائش وتحت الأرض. إن صادفت عش هذا الدبور فابتعد ببطء، واحرص على ألا تهيجه أو تشعره بالخطر. لسعة دبور السترة الصفراء مؤلمة ومزعجة. يعتقد معظم الناس أن العقرب قريب من سرطان البحر والقشريات الأخرى، لكنه في الواقع من الحشرات. العقارب نوع من العنكبيات، وهذا يعني أنها من أقارب العناكب المقربين. تفضل العقارب العيش في المناخات الدافئة والجافة مثل الصحاري، وغالبا ما تخرج في الليل. إنها كائنات مفترسة معروفة بلسعاتها الفورية، تشبه لسعتها لسعة الدبور، لكنها أخطر بكثير لأنها تسرع معدل نبضات القلب وتسبب صعوبة في التنفس. في حال تعرضت للسعة عقرب اغسل الجرح فورا، واتصل بالطبيب حتى يعطيك علاجا مضادا للسعة العقرب. يوجد حوالي 300 نوع مختلف من النمل الناري حول العالم، وكل الأنواع لها نفس اللدغة القوية. تتنقل هذه الحشرة الصغيرة في مستعمرات كبيرة، وتتميز بلون بني فاتح قريب جدا من الأحمر. يتواجد النمل الناري بشكل كبير في الولايات المتحدة، وينجذب إلى الأطعمة، حيث يميل إلى التطفل على المتنزهين بدون استئذان أو دعوة، مثل أولاد إخوتي. تسبب لدغة النمل الناري حكة قوية، لكنها ليست خطيرة. غسل مكان اللدغة بماء بارد جاري يخفف الحكة، تختفي اللدغة بعد حوالي أسبوع. أما في حال واجهت رد فعل أكثر حدة من الحكة فتوجه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. نحل العسل من الحشرات المحبوبة بين البشر. يقوم هذا النحل بتلقيح الزهور وصنع العسل، وغالبا ما يترك الناس في حالهم. نحلة العسل حشرة اجتماعية تعيش في مستعمرات كبيرة. الغريب أن لسعة نحلة العسل العادية قد تكون خطيرة جدا على بعض الناس، خاصة كبار السن. إن لسعتك نحلة العسل فأزل فورا الإبرة التي تتركها على جلدك، واغسل مكان اللسعة بالماء والصابون. ستتعافى اللسعة في غضون أسبوع. إن عانيت من رد فعل شديد فاتصل بالطبيب فورا. صائد الرتيلاء حشرة طويلة ونحيفة بأجنحة نحاسية اللون وقرون استشعار صفراء. تتواجد هذه الحشرة في الغابات المطيرة في آسيا وأمريكا وأفريقيا. تميل إلى العيش بمفردها وتبني منزلها بالحفر في الأرض. إن صادفت هذه الحشرة يجب عليك الابتعاد ببطء شديد، لأنها لا تهاجم إلا عندما تشعر بالخطر.
ويعتقد أن لسعة صائد الروتيلاء من أكثر اللسعات إيلاماً في العالم. وجع هذه اللسعة شديد للغاية ويستمر ما بين 3 إلى 4 دقائق. بعد مرور هذه الدقائق لا تتطلب اللسعة أي رعاية طبية عاجلة وستتعافى تلقائياً. الدبور المحارب نوع غريب من الدبابير. على عكس الدبابير الأخرى، لا يملك الدبور المحارب أي خطوط صفراء ولونه أسود كالح السواد لدرجة أنه يبدو أزرق اللون. أوه، مثل النينجا. المهم، يسميه بعض الناس الدبور الطبال، فعندما يقترب منه شخص غريب يرفرف الدبور بأجنحته بطريقة متزامنة مثل الطبالين في فرقة موسيقية. ويفضل هذا النوع المناخات الدافئة، لذلك يعيش في الغابات الاستوائية المطيرة في أمريكا الجنوبية. لسعة الدبور المحارب هي الأكثر إيلاماً مقارنة بكل أنواع الدبابير، لكن لسعته لا تتطلب أي مساعدة طبية طارئة وتتعافى في غضون أسبوع. يعيش حريش الأمازون العملاق في المناخ الاستوائي في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. لونه أحمر مميز، وهو أكبر أنواع الحريش في العالم بطول يصل إلى 30 سنتيمتر. رغم طوله هذا فإنه يسير على 100 قدم. يتميز هذا الحريش بسمه الخطير على الحشرات والحيوانات الصغيرة وغير الضار للبشر، ومع ذلك فإن لدغته مزعجة وتسبب إحساسا بالحرقان. إن تعرضت للدغته ستستمر الأعراض لفترة تتراوح بين بضع ساعات إلى بضعة أيام. إن كان رد فعل جسمك شديدا فتوجه إلى المستشفى. أهلا بك من جديد في برنامج أنت والعلوم. أثناء سيرك في البرية يظهر أحد الثعابين من بين الشجرات الجافة ويعضك فوق كاحلك. يا لحظك السيء، التزم الهدوء. عليك إبقاء معدل ضربات قلبك وضغط دمك منخفضين واخلع حذاءك وجواربك. والآن يجب أن تعرف ما إذا كان مصدر اللدغة ثعبانا سام أم غير سام. إذا رأيت ثقبين عميقين في ساقك فهما ناجمان عن لدغة ثعبان سام. أما إن كانت اللدغة من ثعبان غير سام فسترى آثاراً لأسنان صغيرة وحادة بشكل الحرف يو. يوجد حوالي 600 نوع من الثعابين السامة، وعليك الحذر من الأفعى والكوبرا، فكل منهما تتمتع بسم مختلف ويتطلب الاثنان علاجات مختلفة. إن تعرضت لعضة أفعى فتجنب الضغط على الجرح، فقد يؤدي حبس السم في منطقة واحدة إلى تفاقم مشكلة تلف الأنسجة، وعليك حينها بالإسراع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم. وإن تعرض الإنسان لعضة الكوبرا فعليك بربط المنطقة بضمادة لمنع السم من الانتشار في جسمه ومراقبة المتعرض للعضة للتأكد من قدرته على التنفس. أجل، سم الكوبرا قادر على التسبب في شلل الحجاب الحاجز. إياك ومص السم، فهو ينتشر بسرعة كبيرة في جسم الإنسان ولن يفيدك ذلك بشيء. أمعن نظرك في الأفعى والتقط لها بعض الصور إن أمكن كي تريها للفريق الطبي. حاول تذكر شكلها جيداً. سننتقل من الأفاعي إلى الحساسية. تظهر أعراض الحساسية على معظم الناس من خلال سيلان الأنف والعطاس، لكن قد تكون أعراض البعض تجاه العضة أكثر تفاقماً. قد يكون الطفح الجلدي المثير للحكة علامة على رد فعل تحسسي، وربما يكون مشابهاً للالتهاب الجلدي ويظهر عادة بعد أسبوع واحد من تعرضك لمسببات الحساسية. حدثت حالة نادرة منذ بضع سنوات عندما وضع أحدهم تقويم الأسنان لأول مرة في حياته، وبعد مرور أسبوع أصيب بطفح جلدي مثير للحكة في معصمه وبطنه. اتضح لاحقاً أنه مصاب بالحساسية من النيكل الموجود في تقويم الأسنان. إذا ظهرت على جسمك البثور بعد الجلوس في الشمس لساعة أو ساعتين فثمة احتمالاً ألا تكون حروق شمس بل رد فعل تحسسي. قد تعاني أيضاً من احمرار البشرة وظهور بثور صغيرة وتقشر الجلد. وإن تعرضت لهذا فعليك بالذهاب إلى مركز الطوارئ بأسرع ما يمكن. سيجري المختصون الفحوصات اللازمة وسيقدمون لك النصائح بما عليك فعله بعدها.
لدينا بعض الأدوية المسببة لظهور مثل هذه الأعراض، وقد تكون ناتجة عن تناول بعض الفواكه كالليمون والجزر الأبيض. إن كنت تعاني من حساسية حبوب اللقاح فتجنب الخضار والفاكهة، فبعضها يحتوي على بروتينات كتلك الموجودة في حبوب اللقاح، وتكون استجابة الجهاز المناعي لها كاستجابته لحبوب اللقاح الحقيقية، وقد تؤدي للأعراض المصاحبة للحساسية مثل الهرش وتورم الفم والوجه. وتعرف ما سيحدث بعد ذلك؟ إذا كنت عالقاً في سيارتك خلال عاصفة ثلجية فستبدأ بالارتعاش لتجمد الجو في الخارج، وهذا شيء جيد. عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير يبدأ الجسم في الارتجاف، ويؤدي هذا إلى زيادة في حرارة الجزء الخارجي من الجسم بنسبة 500%. لكن لن يضمن هذا الارتجاف الدفء طويلاً، فبعد فترة قصيرة ستنفد طاقة عضلاتك وستتوقف عن الانقباض. إذا توقف شخص ما عن الارتعاش بشكل مفاجئ وبدأ في التعب وأراد النوم، فعليك التصرف بسرعة. اصطحبه للداخل وانزع عنه أي ملابس مبللة، وافرك يديه وقدميه ولفه بالبطانيات، وابحث عن كمادات دافئة وجافة لوضعها على صدره أو عنقه أو على الجزء السفلي من بطنه، وإياك ووضع كمادات دافئة على ذراعيه أو ساقيه. سيؤدي الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة إلى عودة الدم البارد إلى القلب والدماغ والرئتين، مما سيؤدي لانخفاض درجة حرارة أعضاء الجسم الحيوية. بينما تقود سيارتك في طريق فارغ تسمع بثاً إذاعياً طارئاً للحالة الجوية. إن سمعتهم يقولون ترقبوا الإعصار، فهذا يعني وجود احتمالاً لحدوث الإعصار في منطقتك. أما إن سمعتهم يقولون انذار الإعصار، فذلك يعني أن إعصاراً قد ظهر فعلاً على الرادار أو قد شوهد على الطبيعة. عليك أيضاً الحذر من البرد الذي يهطل عندما يدفع جيب الهواء المطر داخل العاصفة الرعدية نحو السحب الكثيفة فيتجمد. لكن عندما يقترب الإعصار فقد يهطل البرد دون مطر، ثم يعم الهدوء ويصبح الهواء ساكناً وتتوقف الرياح، وفجأة سترى الغيوم تتحرك بسرعة بشكل دوراني أو بشكل صاعد لأعلى، وستسمع صوت شلال يتحول لاحقاً مع اقتراب الإعصار إلى هدير قوي. سيكون هذا الصوت شبيهاً بأصوات القطارات والطائرات، ثم يبدأ الحطام في التساقط وتتكون سحابة دوارة بشكل قمع تسحب معها لأعلى أغصان الأشجار وأوراقها. إن كان الإعصار لا يتحرك يميناً أو يساراً فقد يكون متجهاً نحوك، ولن تدرك ذلك حتى يقترب منك، لذا فابحث عن مكان يحميك. بينما أنت مستلقٍ في المنزل تشاهد التلفاز، فإذ بك تسمع صوتاً عالياً ومخيفاً يشبه صوت تسلل الرياح، فتذهب وتتحقق من كل الأبواب دون أن تجد شيئاً. وفي اليوم التالي تشعر بضغط في صدرك، ويزداد الأمر سوءاً خلال الأسبوع، ثم يتبعه ألم في الصدر وشعور فظيع بالإرهاق. لا يخطر على بالك حينها وجود مشكلة ما في جسمك رغم أنها موجودة في منزلك، وهي التسمم بأول أكسيد الكربون. فعندما يملأ هذا الغاز منزلك يبدأ بالتراكم في مجرى الدم ليحل محل الأكسجين. قد يؤدي التسمم أيضاً للشعور بالصداع والغثيان والتشوش، وفي هذه الحالة عليك الإسراع للخارج لاستنشاق هواء نقي والاتصال بمركز الطوارئ. وأحضر أيضاً جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون وضعه في الصالة أو في المكان الذي تنام فيه، وتحقق من بطاريته مرتين في العام، وعند سماعك لصوت المنبه أسرع للخارج وحضر نفسك لمن ستتصل به. أثناء ذهابك للتزلج على الجليد ستشعر بأن جليد البحيرة أصبح أكثر سمكاً مما كان عليه، تسمع صوت شيء يتشقق، لينتهي بك الأمر في المياه المتجمدة. ستصاب في البداية بالصدمة نتيجة التغير المفاجئ بدرجة الحرارة، لكن لا تقلق، ستنتهي هذه الصدمة بعد دقيقة إلى 3 دقائق. والآن عليك العثور على قطعة جليد صلبة للتشبث بها،
لا تحاول تسلقها واكتفي بوضع ذراعيك عليها وابدأ في الركل بساقيك ودفع القطعة للأمام. سيساعدك هذا على سحب جسمك نحو الجليد، وعند وصولك إلى قطعة مسطحة من الجليد فإياك والوقوف عليها، لأنك إذا فعلت ذلك سيتركز وزن جسمك على مساحة صغيرة وينكسر الجليد من جديد. عليك فقط بمواصلة التدحرج إلى أن تصل بجسمك إلى أرض ثابتة. ماذا لو اضطررت لكسر نافذة السيارة؟ تتكون نوافذ السيارة من طبقات من المواد المقاومة للقوة، وإليك ما عليك فعله. تجنب النوافذ الخلفية أو الزجاج الأمامي للسيارة التي يصعب كسرها، واتجه للنوافذ الجانبية للراكب والسائق. وإن كان لديك مطرقة فلا تضرب الزجاج من المنتصف، بل اضرب الحواف لينكسر الزجاج بسهولة. والآن إن لم تتمكن من كسر النافذة بالمطرقة أو المفك أو بأي شيء آخر، فابحث عن حجر صغير مدبب. إن لم ينجح ذلك أيضاً، فالحل الأمثل استخدام شمعة الإشعال الموجودة في السيارة. ارفع غطاء المحرك وانزع شمعة الإشعال واكسر الغلاف الخزفي عنها وألقه على أي مكان على النافذة. إنه منتصف الصيف، وبينما تقضي إجازتك على أحد شواطئ المحيط الهادئ تشعر فجأة بزلزال قوي. مبدئياً قد تكون تلك العلامة التحذيرية الأولى على اقتراب التسونامي، أو قد يحفز هذا الزلزال ظهور موجات ضخمة على بعد آلاف الكيلومترات. لكن ثمة إشارات أخرى تدل على اقتراب حدوث التسونامي، ومن ضمنها التغير في مستوى مياه المحيط سواء بالارتفاع أو الانخفاض. إذا رأيت مياه البحر تنحسر بسرعة كاشفة عن قاع البحر، فعليك بالإسراع حتى تصل إلى مكان على ارتفاع 30 متراً ونصف المتر عن مستوى سطح البحر، وابتعد عن الساحل بمسافة 1.6 كيلومتر. يقول العديد من الخبراء إنه بمجرد بدء مياه البحر في الانحسار فسيكون أمامك 5 دقائق للإخلاء قبل أن تضرب الموجة الكبيرة الشاطئ. وتذكر أن كل ما يهم أنت والعلوم. أنت تحلق فوق المحيط الهادئ عندما تضرب عاصفة فجأة الطائرة التي تحملك، مما تسبب في اهتزازها بقوة. تبدأ الطائرة في الهبوط ويفقد الطيار السيطرة عليها. يمكنك وضع مظلة بسرعة وإخراج نفسك من الطائرة والهبوط على جزيرة. إنه لأمر جيد أنك كنت الوحيد على متن الطائرة التي تنقل بعض البضائع إلى الخارج، ولحسن الحظ لم تدمر العاصفة مظلتك. تفكك نفسك وتتوجه إلى أقرب ملجأ تحت بعض أشجار النخيل. أنت تنتظر انتهاء العاصفة الآن. الشمس مشرقة والأمواج تبدو لطيفة وودودة. تستيقظ وتنظر حولك، لا شيء سوى امتداد كبير من المياه يحيط بك من جميع الاتجاهات. لا يوجد قارب أو إنسان أو أي كائن حي آخر حولك. أنت تستكشف الجزيرة وتحاول العثور على أي شيء. أنت لا تعرف حتى ما الذي تبحث عنه. على جانب واحد من الجزيرة الصغيرة ترى بعض الخردة المعدنية وبقايا الطائرة التي انجرفت إلى الشاطئ. تندفع هناك وتحاول معرفة ما إذا كان هناك أي شيء مفيد. للأسف كل شيء تم تدميره، ومع ذلك فقد وجدت صندوقا واحدا مختوما. تفتحه وترى العشرات من لفات الشرائط اللاصقة متراكمة فوق بعضها البعض. بعد المرور عبر الجزيرة تعود إلى معسكرك، تسحب صندوق الشريط اللاصق. أنت تحاول معرفة ما يجب القيام به. سرعان ما تحصل على لحظة تنوير. هناك بعض الأماكن في الجزيرة التي يصعب الوصول إليها، وبما أن حذائك قد تضرر فإنك تصمم بعض الصنادل بنفسك. وللقيام بذلك يمكنك الاستيلاء على بعض الفروع ومحاولة استخدام شريط لاصق لصنع زوج من الأحذية. بعد العديد من المحاولات الفاشلة تكاد تستسلم، ولكن بعد ذلك تقوم بإرفاق بعض الشريط اللاصق بقطع من لحاء الشجر بحجم قدمك تقريبا. ستكون هذه نعال حذائك الجديد. الشريط اللاصق أملس ولن يؤذي قدميك. بعد إضافة عدة فروع تقوم بلف الشريط اللاصق حول قدميك، وأخيرا لديك صناديل من الشريط اللاصق. الآن يمكنك المغامرة في الأجزاء الصخرية من الجزيرة دون الإضرار بقدميك. بينما تمشي على طول الجزيرة تبدأ في الشعور بشدة بالحرارة، فتلف قميصك حول رأسك، لكن هذا لا يكفي لحمايتك. يمكنك استخدام بعض الشرائط اللاصقة لعمل قبعة بمساعدة الأوراق
ثم تضعها على رأسك. أنت الآن آمن للذهاب. بعد فترة تعيد بعض الأشياء التي وجدتها في جميع أنحاء الجزيرة. بحلول هذا الوقت بدأت تشعر أن بطنك تقرقر من شدة الجوع، وبعد ذلك يمكنك اكتشاف بعض السرطانات والأسماك اللذيذة الكبيرة في الشعاب المرجانية الصخرية، لكن لا يمكنك صيدها بيديك. أنت تمسك بفرع طويل وتأخذ بعض أوراق النخيل وتربط كل شيء معا لتشكيل شبكة. يمكنك بعد ذلك استخدام الشريط اللاصق لتقويته والتوجه إلى الشعاب المرجانية. أنت ترتدي صندلا وقبعة لحماية رأسك وتحمل الشبكة لصيد بعض الأسماك. حتى الآن لم تستخدم سوى لفتين من الشريط اللاصق. بعد فترة تمكنت من صيد بعض الأسماك وسرطان البحر وأعدتها إلى المخيم. أنت تشعل النار وتبدأ في تحضير الصيد الخاص بك. أنت تجلس على قطعة خشب، لكن هذا المقعد ليس مريحا للغاية. تأخذ بعض الشريط اللاصق وتصنع سجادة لنفسك. بمجرد أن يصبح الطعام جاهزا ستتغذى عليه. الآن مشكلة أخرى، الماء. لا توجد مياه عذبة حولك، لكن هناك عاصفة قادمة. في هذه الأثناء يمكنك تناول بعض جوز الهند وتناول الحلوى أثناء شرب حليب جوز الهند لتتنشط. تقوم بإعداد كوخ صغير عن طريق جمع الفروع والأوراق وتثبيتها معا حتى لا تتسرب المياه إلى منزلك الجديد. في الوقت نفسه تقوم بإنشاء قمع من الشريط اللاصق لتجميع مياه الأمطار. بعد الدخول في القمع يتم جمع المياه في بركة مؤقتة مصنوعة أيضا من شريط لاصق. في هذه المرحلة استخدمت ما يقرب من نصف لفات الشريط اللاصق. تبدأ العاصفة في التكون وتبقى داخل كوخك، حيث لديك سجادة أرضية جديدة. تشعر بالملل، لذلك تصنع كرسيا وطاولة من الشريط اللاصق لتجعل الكوخ أكثر راحة. بدأت السماء تمطر ولاحظت أن بعض المياه قد تجمعت في الخزان الذي قمت ببنائه. تشربه على الفور باستخدام قشرة جوز الهند كزجاجة. تمكن كوخك من الصمود في وجه العاصفة وتلتقط بعض المال من على سجادتك المريحة. في اليوم التالي تتحقق من إمداد الشريط اللاصق لديك وترى أنك الآن في منتصف الطريق نحو الانتهاء من آخر لفة من الشريط. لقد صنعت كوخا آمنا وصلبا ولديك مصدر غذائي ثابت من الشعاب المرجانية. لقد أمضيت بالفعل 5 أيام على الجزيرة، لذا حان الوقت الآن لإيجاد مخرج. لقد بذلت قصارى جهدك لطلب المساعدة، ولكن لا شيء. لا يوجد طائرة أو سفينة في الأفق. أنت مستميت للخروج وأنت محظوظ كذلك. تكتشف سفينة شحن على مسافة بعيدة جدا وتحتاج إلى التصرف بسرعة. بعد مراجعة صندوق الشريط اللاصق الخاص بك قررت إنشاء طوف للإبحار بعيدا. تجمع ما يكفي من الطعام والماء للرحلة والذهاب إلى السفينة. تبدأ بجمع جذوع الأشجار الكبيرة للقاعدة وتضعها جنبا إلى جنب. لديك بعض الحبال المصنوعة من لحاء الشجر والأوراق لربط الجذوع معا. إنها كبيرة بما يكفي لتناسبك. ثم تحصل بعد ذلك على مجموعة أخرى من الجذوع وتضعها أعلى القاعدة وتكرر العملية نفسها لإنشاء طبقة ثانية. بهذه الطريقة تقلل من خطر الغرق. في النهاية تدور بشريط لاصق على جميع النقاط الضعيفة لتقوية الطوافة الخاصة بك. يمكنك استخدام بعض الفروع لعمل مجاديف للتجديف مصنوعة من شريط لاصق. ترى أنك استخدمت حوالي 75% من إمدادك، بما في ذلك الشريط الذي استخدمته لبناء الكوخ والأثاث. إنه ليس قويا مثل الشريط اللاصق الجديد، لكنه لا يزال يؤدي المهمة. بعد الانتهاء من القاعدة والمجاديف تقوم بإنشاء كوخ صغير لإيواء طعامك وإمداداتك وحمايتها من الأمواج. أيضا تصنع صاريا من الخشب وتستخدم قطعة من القماش كشراع. تضع الطوافة على الماء وتبدأ في التجديف. حتى الآن إنها جيدة جدا. تفتح الشراع وتأخذ استراحة من التجديف. تستدير وتنظر إلى الجزيرة التي كانت موطنك خلال الأيام الخمسة الماضية. أنت ذاهب في رحلة محفوفة بالمخاطر، تخاطر بكل شيء، لكن إذا بقيت في الجزيرة لفترة طويلة فلن تنجح بالتأكيد. لقد مرت ساعة بالفعل والجزيرة بالكاد مرئية، لكن السفينة تقترب. لا يزال لديك لفة أخرى من الشريط اللاصق لاستخدامها في حالات الطوارئ. المياه هادئة وترى الدلافين تسبح في الجوار. تتناول وجبة خفيفة من الأسماك وتشرب بعض الماء قبل أن تلاحظ زيادة حجم الأمواج. أنت تجهز شراعك للغطاء. إنه لأمر جيد أن تكون طوافتك متينة. تصطدم موجات كبيرة بها مما يؤدي إلى سقوط بعض طعامك ومائك، لكن الطوافة لا تزال قطعة واحدة.
مع مرور الوقت تبدأ الشمس في الغروب ولا يوجد حتى الآن أي علامة على الحياة. يمكنك استخدام بقية الشريط اللاصق لإصلاح الطوافة، على الرغم من أنك فقدت بعض الطعام أثناء العاصفة. فلديك شبكة كالي صيد المزيد من الأسماك، تشعل نارا صغيرة وآمنة في قشرة جوز الهند وتطبخ السمك وتبدأ في الأكل. تستدير وتكتشف سفينة قادمة في طريقك، أنت تأخذ غصنا فورا وتشعله وتبدأ في التلويح به للسفينة لرؤيتك. يبدو أنها لن تراك، ولكن عندها يلاحظك أحدهم على متن السفينة، ينزلون قارب طوارئ ليقلك وينقذك. من العدل أن نقول إن الشريط اللاصق قد أنقذ حياتك حقا. أنصت إلي، يمكنك جعل أعواد الثقاب العادية مقاومة للماء بطريقة بسيطة. ما عليك سوى وضع طبقة رقيقة من طلاء الأظافر على أعواد الثقاب وتركها حتى يجف الطلاء. بعد ذلك ستبقى أعواد الثقاب جافة بما يكفي لإشعال نار حتى لو أسقطت الأعواد في الماء. إن تهت في العراء في الشتاء وشعرت بالظمأ فلا تأكل الثلج، كمية الهواء في الثلج أكثر بكثير من الماء، لذا لن يروي ظمأك وسيهدر جسمك الكثير من الطاقة في محاولة هضمه. والأسوأ من ذلك أن درجة حرارة جسمك قد تنخفض وتصاب بوعكة. إن وجدت نفسك أمام قيوط أو ذئب فلا تدر ظهرك له، بل تراجع ببطء أثناء مواجهة الحيوان. قد تعمل هذه الحيلة مع حيوان واحد فقط، لكن إن قابلت قطيعا فاحرص أشد الحرص على ألا يحيطك أفراده. ابتعد ناحية شجرة وضع ظهرك عليها، ثم اختر اللحظة المناسبة وتسلقها بأسرع ما تستطيع. سيمنحك ارتداء عدة طبقات من الملابس دفئا أكثر من معطف الفرو الثقيل أو السترة. سيحبس الهواء بين طبقات الملابس مما سيعزل جسمك ويبقيه دافئا. في حال تهت في الغابة حاول دائما النوم بعيدا عن الأرض. يمكنك الاستلقاء على سرير بدائي مكون من طبقة من الأغصان وأوراق الشجر، أو تعليق أرجوحة شبكية بين شجرتين. تنخفض درجة الحرارة في الليل وتبرد الأرض، حتى لو أشعلت نارا فقد تنطفئ أثناء نومك وستستنزف الأرض حرارة جسمك. تخيل التالي: أنك في قارب في عرض البحر بلا طعام ولا شبكة صيد وتشعر بجوع شديد. كان من المفترض أن تكون جولة لثلاث ساعات فقط، لكن لدي حل لك. يمكنك صيد الأسماك بأربطة حذائك وأي غرض، هاتف أو ساعة أو مفاتيح. على الأرجح أن ظل القارب المعكوس على البحر سيجذب الأسماك، وقد يعمل الغرض العاكس كطعم. اربط مفاتيحك بأربطة حذائك واستخدمها كصنارة صيد. حتى إن لم تتمكن من صيد أي سمكة، سيساعد هذا النشاط على تسليتك والحفاظ على سلامة عقلك في عرض البحر. قد تساعدك جلسة التأمل القصيرة على التخلص من نوبة الهلع. يجب عليك التركيز على تنفسك ومحاولة إبطائه، سيهدأ دماغك بسرعة ويحول تركيزه عن الهلع. بالمناسبة تعمل أقنعة الأكسجين في الطائرات بالمبدأ نفسه. عندما تتحكم في تنفسك فإنك تصرف انتباهك عن الأمر السيء الحاصل. يمكنك صنع شعلة من جذع الشجر. ضع جذعا صغيرا بشكل عمودي، ثم اعمل شقا عميقا على شكل نجمة في أعلى الجذع. ضع بعض الأعشاب الجافة والأوراق والعصي داخل هذا الشق. عند الانتهاء من ذلك أضرم النار في الجذع وسيواصل الاحتراق لثلاث ساعات. تعمل هذه الطريقة في جميع الأخشاب بغض النظر عن حجمها ونوعها. إن صادفت دبا أشيبا غاضبا فلا تحاول الهرب منه أبدا، لأنه أسرع منك بكثير. بدل الهرب استلقي ولا تتحرك. يهاجم الدب الأشيب في العادة عندما يشعر بالخطر، لذا على الأرجح أنه سيتركك في حالك إن أظهرت له أنك لن تسبب أي مشكلة. لكن هذا يعمل مع الدب الأشيب فقط. إن كانت المواجهة أمراً لا مفر منه فتراجع ببطء واستخدم رذاذ الدببة. إن لم يكن بحوزتك هذا الرذاذ فيمكنك استخدام رذاذ الفلفل، سيعمل بالطريقة نفسها وسيربك الدب ويخيفه، وربما لن ينفعك. لا تأكل أي توت أو فطر في الغابة إن كنت لا تعرف نوعه بالضبط، فقد يكون سماً. إن لم يكن لديك خيار آخر فتناول اللحاء الداخلي لشجر القيقب والبيتولا والصنوبر لملء بطنك.
استخدم سكينا لإزالة اللحاء الخارجي الخشن والوصول إلى اللحاء الأبيض الطري. كما يمكنك غليه لجعله أطرى أكثر، أو طهيه على نار مشتعلة للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة. وإن كنت تتضور جوعا يمكنك البحث عن نمل، قد لا يكون وجبة شهية لكنه غني بمواد مغذية. في حال لم تكن بحوزتك ساعة، يمكنك استخدام أصابعك لمعرفة الوقت المتبقي على غروب الشمس. ارفع يدك بحيث تكون راحة يدك مواجهة لك. يجب أن تكون أصابعك بين الشمس وخط الأفق. احسب عدد الأصابع التي يمكنك وضعها في هذه المساحة. سمك إصبع واحد يعادل 15 دقيقة تقريبا، وهكذا يمكنك حساب الوقت المتبقي حتى غروب الشمس. إن كنت تائها وتحتاج إلى إشعال نار لجذب الأنظار إليك، فقذف فيها الكثير من الصنوبر وأغصان الأرز والمخاريط وأي أغراض مطاطية غير ضرورية. سينبعث دخان أسود أكثر من نارك، مما سيجعلها مرئية من مسافة بعيدة. إن نفد منك الماء في الصحراء لكن بقي لديك بعض الطعام، فحاول تجنب أكله لأطول فترة ممكنة. كلما أكلت زاد عطشك. يحتاج الجسم إلى سائل لهضم الطعام، لذا سيستهلك السوائل القليلة المتبقية فيه. يمكن لأي إنسان العيش بدون طعام لفترة أطول بكثير من العيش بدون ماء، لذا لا تخف من البقاء جائعا. تخيل الآن أنك ظمآن وعثرت على بركة مياه عكرة كبيرة في الغابة. إن كنت بحاجة ماسة للشرب، فيمكنك ملء قارورتك بالماء وتصفيته ليصبح صالحا للشرب. لتنظيف الماء، اصنع حبلا من شاش أو ملابس، ثم ضع أحد طرفيه في قارورة الماء العكر والآخر في قارورة فارغة. بعد فترة سيتدفق الماء النظيف إلى القارورة الفارغة عبر الحبل، تاركا الشوائب وراءه. قبل الذهاب في نزهة في الغابة، استبدل ربطة الحذاء العادية بربطة من حبل الباراشوت. إن لم يكن لديك ما يكفي من الحبال، يمكن لهذه الأربطة منحك بضعة أقدام إضافية. إن تهت في الغابة ولم تكن ترتدي ملابس دافئة، فخذ أوراقا وأعشابا جافة من الأرض وضعها بين طبقتين من الملابس، ستساعدك على البقاء دافئا لمدة طويلة. عندما تتوه في الصحراء، حاول أن تقلل حركتك قدر الإمكان خلال النهار. اعثر على ظل أو اصنع ظلا من مواد بدائية واجلس في الظل حتى يحل الظلام. في الليل ستستنفذ طاقة أقل بكثير، وستستهلك كمية سوائل أقل أثناء المشي، وسيساعدك هذا على تجنب خطر الإصابة بضربة شمس. في حال تصدعت طبقة جليد وسقطت منها، فلا تحاول الخروج مثلما تفعل في المسبح. إن وضعت يديك على الجليد وحاولت دفع جسمك بذراعيك، فقد يتصدع بشكل أكبر وتسقط في الماء ثانية. يجب أن تمد ذراعيك بالتوازي مع سطح الجليد وتفرد ساقيك للخلف حتى تطفو في الماء. في هذه الوضعية الأفقية، ابدأ التلويح بساقيك كما لو كنت تسبح. حرك ذراعيك بحذر دون وضع الكثير من الوزن على الجليد، وستتمكن من الخروج من الماء المجمد. إن كنت تحتاج إلى إشعال نار في جو عاصف، فإليك ما يجب عليك فعله. احفر حفرتين بجانب بعض، واصنع نفقا صغيرا تحت الأرض يربط بينهما. أشعل نارا في إحدى الحفرتين، لن تطفئها الرياح، وستحصل النار على الهواء من الحفرة الثانية. كما أن هذه الطريقة مفيدة إن كنت بحاجة إلى إشعال نار دون لفت الانتباه، لن تكون هذه النار مرئية في الظلام. لا ترمي غلاف الفقاعات الهوائية أو تفقع فقاعاته، بل خذ الغلاف معك عند التخييم في الغابة. سيحميك من البرد بشكل أفضل من البطانية السميكة. هذه الفقاعات الهوائية الصغيرة مثالية في العزل. ضع الغلاف بين طبقات ملابسك وسيمنع تسرب الدفء من جسمك. كما أن البلاستيك المصنوع منه مقاوم للماء، لذا يمكنه حمايتك من التبلل أيضا. عند السباحة في البحر بالقرب من الشاطئ، قد تنجرف بسهولة في التيارات السريعة. في حال حدوث ذلك، أهم ما يجب عليك تذكره عدم السباحة عكس التيار. سيؤدي ذلك إلى هدر قوتك واستنزاف طاقتك، ومن المستبعد أن تتمكن من التغلب على تيار المحيط. بدلا من ذلك، حاول السباحة من الجنب على طول الشاطئ. عاجلا أو آجلا ستخرج من التيار، ثم يمكنك السباحة بأمان إلى الشاطئ. إن علقت في مصعد يسقط، فلا تحاول القفز لحظة اصطدامه.
ولا تأخذ وضعية الجلوس أو الوقوف. يجب عليك الاستلقاء على الأرض مقابل السقف. افرد ساقيك بأعرض قدر ممكن، ثم غطي وجهك بإحدى يديك، وضع اليد الأخرى خلف رأسك لحمايته. ستقلل هذه الوضعية الضغط على جسمك عند الاصطدام. أنت تائه الآن وهناك مروحية إنقاذ تحلق فوق الغابة، لكن ليس لديك شعلة ولا يوجد وقت لإشعال نار. استخدم مرآة صغيرة أو شاشة هاتف لعكس ضوء الشمس. وجه شعاع الضوء نحو المروحية، سيلاحظ عمال الإنقاذ الوهج وسيهبطون في موقعك لإنقاذك. إن كنت تسقط من ارتفاع شاهق فحاول محاكاة وضعية القفز بالمظلة. يجب أن يكون رأسك وصدرك متجهين للأسفل، كما يجب عليك فرد ذراعيك ورجليك وثنيهم بزاوية 90 درجة. واختر مكان الهبوط إن استطعت، قد تخفف الشجيرات أو أكوام القش صدمة السقوط. سطح الماء غير آمن إلا في حال السقوط من ارتفاع لا يتجاوز 45 مترا. قبل الهبوط حاول أخذ وضعية جسم عمودية، وتذكر أن السقوط إلى الأمام أفضل دائما من السقوط إلى الخلف. احمي رأسك ورقبتك بضم ذراعيك معا. لأصدقك القول لن ينقذك أي مما ذكرته، لكن سيمنحك خيارا ليساعدك قبل أن تسمى الحفرة باسمك. لكن إن كنت تسقط من جرف فابذل قصارى جهدك لتقسيم السقطة إلى عدة أجزاء. كلما قصرت الأجزاء كان ذلك أفضل، وذلك لأن كل جزء سيمتص جزءا من تأثير السقطة. بهذه الطريقة ستزداد فرصك في النجاة. حاول الإمساك بشيء متين مثل شجيرة أو صخرة في طريقك إلى القاع لإبطاء سقوطك. وإذا رأيت لوح خشب فخذه معك، قد يساعدك في تخفيف صدمة سقوطك عند ارتطامك بالأرض. والأهم من ذلك ألا تدع جسمك يتصلب، لأن ذلك يزيد من احتمال تضرر أعضائك الداخلية. غطي رأسك وحاول الهبوط على قدميك مع ثني ركبتيك قليلا. بصراحة سينثني كل شيء في جسمك عندما تصطدم بالأرض، لكن مع ذلك يجب أن تحاول. في حال انهار مبنى عليك ووجدت نفسك تحت كومة من الحطام والأنقاض فإياك والهلع. أجل مهمتك الرئيسية الآن حماية أعضاء التنفس في جسمك وجعل إمداد الهواء يدوم لأطول وقت ممكن. إن كانت هناك مساحة كافية فاخلع قميصك واربط طرفه السفلي في عقدة، ثم ضعه على رأسك عبر فتحة العنق بحيث تصبح العقدة على رأسك. ستحصل على قلنسوة بدائية لحماية وجهك من الغبار والرمال والحطام، كما ستزودك بالقليل من الأكسجين أثناء محاولتك العودة إلى السطح. إن علقت في مصعد يسقط فاستلق على ظهرك وحاول أن تشغل أكبر حيز ممكن. دهون جسمك وعضلاتك قابلة للضغط وستمتص بعض قوة الصدمة. في حال لم تستطع الاستلقاء فاجلس على الأرض، فهذا أفضل من الوقوف. ستعمل مؤخرتك مثل الوسادة الهوائية في السيارة، لكن بغض النظر عن الوضعية التي تختارها يجب عليك تغطية رأسك. أفضل طريقة لفعل ذلك وضع أحد الذراعين أمام الوجه والآخر على الجزء الخلفي من رقبتك. إن علقت في البرية فحاول العثور على ماء أولا. ابحث في المناطق المنخفضة. في حال وجود جبال حولك فابحث عن الماء في سفح المنحدرات. إن تمكنت من جمع بعض مياه الأمطار فلا تتركها في الحاوية لوقت طويل حتى لا تفسد. انتبه للنمل الذي يتسلق الأشجار، فعلى الأرجح أنه متجه نحو مصدر رطوبة داخل الشجرة. يمكن لقارورة الماء مساعدتك في إشعال النار إن تركتها تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة. ستعمل القارورة كعدسة تجمع كل الحرارة في نقطة واحدة. استخدم النار والدخان لإرسال إشارة استغاثة. ما عليك سوى تغطية اللهب بغصن شجرة كبير أو مقلاة لثلاث أو أربع ثوان لجمع كمية دخان كافية، ثم حرر هذا الدخان. إذا وقعت في ماء وسط جليد فحاول العودة إلى حافة الجليد. لا تسحب نفسك أثناء التشبث بها، ستستمر الحافة في الانهيار وستنفد كل طاقتك في وقت قصير. أركل ساقيك حتى يأخذ جسمك وضعية أفقية في الماء، ثم اخرج من الماء إلى الجليد. لا تقف عند وصولك هناك، يجب أن يتوزع وزنك على مساحة أكبر لتقليل فرص انهيار الجليد. ابدأ بالتدحرج ناحية الشاطئ كما تفعل الفقمة. في حال أصبت بتقلص عضلي أثناء السباحة فحاول العوم مستلقيا على ظهرك. دلك باطن قدمك أو الجزء المصاب بالتقلص في ساقك. إن شعرت بتقلص في الجزء الخلفي من ساقك فاثني ركبتك واسحبها نحو صدرك. يجب أن تبقى عائما على ظهرك
حاول تخفيف التقلص العضلي بسحب أصابع قدميك للأعلى، وفي حال علقت في حريق داخل مبنى فابقى منخفضا وازحف باتجاه أقرب مخرج لك. يصعد الدخان ناحية السقف، لذا قد يحميك الزحف على الأرض من استنشاقه. إن كانت لديك قطعة قماش أو منديل فضعه على فمك لتصفية الهواء الذي تستنشقه من الدخان. إن اشتعلت النار في ملابسك فاسقط على الأرض وتدحرج للأمام والخلف، وإن كانت لديك طفاية حريق فوجهها نحو قاعدة اللهب، لأن ذلك سيزيد من فعالية إخمادها الحريق. وتذكر أنك إن كسرت نافذة فإنك ستسمح بدخول كمية أكبر من الأكسجين، وهذا سيزيد من حجم النار. وفيما يلي كيفية التصرف في حال وقوع كارثة طبيعية. إن رأيت المياه تغمر المنطقة أثناء تواجدك بالخارج فابتعد عن التيارات ومصارف المياه والأنهار. توجه إلى أرض مرتفعة إن استطعت، أما إن كنت محاصرا في المنزل فتوجه إلى السطح إن كنت تعتقد أنه آمن لك. إن رأيت إعصارا متجها نحوك وليس لديك وقت للهرب منه فابحث عن خندق أو مكان منخفض، استلق داخله وغطي رأسك بيديك أو ملابسك. في حال وقوع إعصار وأنت في منزل لا يحتوي على قبو فاختبئ في حوض الاستحمام، استخدم وسادة لحماية رأسك من أي حطام قد يسقط عليك. تمنح السباكة في جدران الحمام قوة إضافية لهيكل المكان، لكن إن كان حمامك يضم نوافذ أو جدارا خارجيا فاختر مكانا أكثر أمانا مثل الخزانة. كلما زاد عدد الجدران التي تفصلك عن الإعصار زادت فرص نجاتك. إن كنت بالخارج أثناء هبوب عاصفة وشعرت فجأة بانتصاب شعرك فهذا يدل على أن صاعقة توشك على ضرب المكان. قد تشعر بوخز في جلدك وتسمع أصوات نقر أو طنين. أجث على الأرض فورا وضع رأسك بين ركبتيك، لكن رغم وجوب انخفاضك لأقصى قدر ممكن تجنب الاستلقاء. الشيء الوحيد الذي يمكنه ملامسة الأرض أخمص قدميك. ضم كعبي قدميك معا. بهذه الطريقة بدل مرور الكهرباء عبر كامل جسمك ستدخل الكهرباء على الأرجح من إحدى القدمين وتخرج من الأخرى، كما يمكنك تغطية أذنيك بيديك لمنع فقدان حاسة السمع. إن تهت في الصحراء فسر خلال ساعات الصباح الأولى حتى تتجنب التعرض للحرارة الشديدة، وإن رأيت تلا أو أرضا مرتفعة فاصعدها وانظر حولك، قد ترى خضرة أو مبنى أو طريقا. لن تتاح لك هذه الفرصة في الليل، كما تصطاد معظم الحيوانات الصحراوية بعد غروب الشمس. إن صادفت حيوانا متوحشا اتبع الخطوات التالية. إن كنت أمام ثور يهاجمك فابق ساكنا في مكانك حتى يقترب، ثم ارمي قطعة ملابس في الاتجاه المعاكس. تتفاعل الثيران مع الحركات ورمي قبعة أو قميص سيشتت انتباه الحيوان عنك لأنه سيطارد الجسم المتحرك. إن رأيت سمكة قرش متجهة ناحيتك فلا تسبح للهرب منها في حالة ذعر، ستبدو كشيء يثير رغبتها في الأكل. انتظر حتى تقترب سمكة القرش منك ثم ابدأ ضربها بقبضة يدك. استهدف عينها وأنفها وخياشيمها، فهذه نقاط ضعف في جسمها. إن صادفت قطيع كلاب ضالة حاول أن تشتت انتباهها وابتعد بهدوء. إن استمر أحد الكلاب في مهاجمتك فضع شيئا بينك وبين فكيه. لنفترض أنك أزعجت سرب نحل بالخطأ وطاردوه، أركض في خط مستقيم بأسرع ما تستطيع حتى يتوقف عن مطاردتك. البديل الأفضل العثور على مخبأ مثل سيارتك أو منزلك أو حمام عام حتى، والاختباء داخله. وفي حال قابلت دبا صدفة من غير ميعاد فقدم نفسك له. أنا أمزح معك، في الواقع سيعتمد تصرفك على نوعه. إن كان دبا بنيا كبيرا فاسقط على الأرض وتظاهر بأنك ميت، لن يصعب عليك التظاهر بذلك. لكن إن كان الدب أسود اللون وصغيرا فإنه لا يهاجم الناس سوى نادرا، لذا قد يساعدك الصراخ عليه وجعل نفسك تبدو أكبر منه في الحجم، كما يمكنك محاولة إخافته بالتظاهر بالهجوم عليه. إن واجهت أفعى فحافظ على هدوئك قدر الإمكان. إن أتتك فرصة للابتعاد عنها فاغتنمها فورا. لكن في حال لم تتمكن من تفادي الحيوان الزاحف فرفع صوتك أو ضرب عصوين وهي مثنى العصا معا أو الدوس بقدميك قد يدفعه للتراجع. ورغم أن الأفاعي لا تتمتع بأذان مرئية لكنها حساسة للاهتزازات. وإن صادفت كل هذه الحوادث في يوم واحد فتواصل مع مؤسسة جينيس للأرقام القياسية. تبدو الصحاري الساخنة التي لا نهاية لها خالية من الحياة للوهلة الأولى، ولكن من بين هذه الرمال
يمكنك مقابلة مخلوقات خطيرة ومخيفة في بعض الأحيان، بعضها يمكن أن يسبب مشكلات صحية فقط، ولكن البعض الآخر يمكن أن يبقى في ذاكرتك إلى الأبد. دعونا نتعرف عليها بدءا بالمخلوقات الخطيرة وانتهاء بالكوابيس الحقيقية. ها أنت تمشي في الصحراء ثم فجأة ترى دمية دب كبير بيدين مفتوحتين، تدرك أن هذا ربما يكون سرابا، لكنك تقترب أكثر. لقد كنت على حق، إنها ليست لعبة مصنوعة من القطيفة بل نبتة صبار عملاق. هناك شيء غريب بشأنه، بسبب بعض الزغب الغريب تشبه الفروع أذرع الدب، لكن هذا ليس زغبا بل آلاف من الأشواك الرفيعة، وهذا هو السبب الذي يجعلك لا تقترب. يسمى صبار تشولا، وينمو في المناطق الصحراوية في ولاية أريزونا وفي الجزء الشمالي من المكسيك. لا تقلق، هذا الصبار لن يهاجمك، لكنه سيلتصق بجلدك أو ملابسك إذا لمسته. هذه الأشواك التي تعد بمثابة معطف الفرو تحمي الصبار من الحيوانات وتمنحه ظلا وتحميه من الحرارة. تعتبر الفروع الجانبية أهم أجزاء النبات، حيث تقوم بعملية التمثيل الضوئي وتتراكم كمية كبيرة من الرطوبة بداخلها. لذلك على الرغم من كل المخاطر يمكن أن يكون هذا الصبار مفيدا لمتجولي الصحراء، والخطر هنا هو الأشواك. إذا نظرت إليها عن كثب سترى أنها على شكل خطافات، لمسة واحدة وستجد مئات الأشواك في إصبعك. من الصعب جدا التخلص منها، وهي تسبب أحاسيس مؤلمة غير سارة، لكن أروع ما في هذا الصبار هو الطريقة التي يتكاثر بها، إنه يستنسخ نفسه في مكان جديد. عندما تمر الحيوانة والبشر بالتشولا وتلمسها، يمنحها الصبار قطعة صغيرة من نفسها مع الأشواك. بمجرد رمي هذه القطعة على الأرض فإنها تتجذر وتبدأ في النمو. درجة الخطر آخذة في الارتفاع، الوحش القادم من الصحراء يركض نحونا. إننا نتحدث عن النعامة، يعتقد الكثيرون أن النعامة جبانة وتخفي رأسها في الرمال. من المرجح أن تغير رأيك إذا قادك حظك التعيس إلى مقابلة إحداها. عادة لا تكون النعامة عدوانية، لكن يجب عليك الهرب إذا اقتربت من عشها. ومن ناحية أخرى لن تتمكن من فعل ذلك، لأن النعامة يتحرك بسرعة 43 ميلا في الساعة. أنت بحاجة إلى سيارة للهرب منها، إنها تركض وتضرب عدوها بصدرها. وكانت هناك حالة هاجمت فيها النعام الشاحنات وألحقت أضرارا جسيمة بها. لكن الخطر الرئيسي الذي تمثله هذه الطيور هو أرجلها القوية ذات المخالب الحادة، يمكنهم توجيه ضربات قوية بها وحتى التغلب على خصم منبطح. لذا نعم، إذا رأيت نعامة على مسافة بعيدة فاذهب في الاتجاه الآخر. تعيش هذه السحلية الصغيرة المرققة تحت الأرض طوال الوقت تقريبا في الصحاري القاحلة في جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك. في بعض الأحيان تخرج لتناول الطعام، يبدو لطيفا لكنه في الواقع وحش جيلا الخطير. يحميه جلده السميك من الصقور والقيوط والحيوانات المفترسة الأخرى، لكن أداة حمايته الرئيسية هي سمه. تقوم الثعابين والعناكب بحقن سمومها باستخدام أنياب طويلة تشبه الإبرة. يقوم وحش جيلا بتضييق الخناق على الفريسة ويمضغها لنشر السم، وعندما يعض شخصا يمكنه إبقاء فكيه مغلقين لفترة طويلة. التخلص من الحيوان هو عمل صعب. يقول الأشخاص الذين عانوا من آثار السم أنهم شعروا كما لو أن الصهارة الساخنة تمر عبر أوردتهم. على الرغم من ذلك تبين أن السحلية مفيدة للعلم. استخدم الأطباء سمها لصنع أدوية لمرض السكري والسمنة. لقد حان الوقت الآن لمقابلة أحد أكثر المخلوقات رعبا التي تعيش في الصحراء. كن هادئا وأنصت إلى الصمت التام، ابق في مكانك، لا يوجد أحد في الأرجاء. وفجأة تسمع بعض الهسهسة القادمة من الأسفل، تخفض رأسك وترى ذلك عنكبوت أصفر كبير بحجم كف الإنسان، ذو فكين قويين وأرجل طويلة، يختبئ في ظل جسدك. تشعر بالرعب، تهرب من هذا الوحش، لكنه يلاحقك. ليس من السهل القيام بذلك في هذه الحالة، لكن حاول أن تهدأ. هذا المخلوق ليس مهتما بك، إنه يريد فقط ظلك للاختباء من أشعة الشمس الحارقة. على أي حال فمن الأفضل عدم لمسه. يمكن للفكين القويين لعنكبوت الجمل أن يسببا أحاسيس غير سارة بعبارة بسيطة. وبالمناسبة هذا المخلوق ليس عنكبوتا حقا، إنه ينتمي إلى فئة العناكب لكنه نوع منفصل، يسمى بالمعتزلات أو العناكب الجملية. إنه يحب أن يعض، وهو شجاع وعدواني جدا،
يفترس هذا العنكبوت الحشرات والسحالي والقوارض والطيور الصغيرة، ويمكنه أيضاً التحرك بسرعة 10 أميال في الساعة. نظراً لصغر حجمه فهذا سريع جداً، يجب أن تكون رياضياً محترفاً حتى تهرب منه. في أغلب الأحيان يمكنك العثور على العناكب الجمالية في صحاري الشرق الأوسط، لكنها تعيش أيضاً في المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة. هؤلاء العداؤون كائنات ليلية ويحاولون تجنب الشمس أثناء النهار، لذا فهم دائماً يسعون للاحتماء في ظلك. بالمناسبة، سبب تسميتهم أنهم غالباً ما يختبئون في ظلال الجمال. لن تختبئ منهم أثناء النهار، لكنهم سيرغبون أيضاً في ملاحقتك في الليل، خاصة إذا أشعلت النار. يركض العنكبوت الجمالي دائماً إلى النور على أمل تناول شيء ما. تصدر بعض أنواع هذه العناكب صوت هسهسة لإخافة أعدائها. الآن دعونا نهدأ للحظة ونغادر الصحراء الحارة. نحن ذاهبون إلى المناطق الاستوائية الرطبة في تنزانيا، تحت لحاء الأشجار وأوراق الشجر المتساقطة وفي الكهوف المظلمة. يمكنك مقابلة أحد أكثر المخلوقات رعباً على وجه الأرض، إنها العناكب الصوتية. تخيل عقرباً كبيراً بدون ذيل وجسم مسطح، يبدو وكأنه تم الضغط عليه بواسطة شيء ما. إنه مشابه للعناكب وليس لديه غدد سمية ولا يمكنه نسج شبكة. هذا الوحش صامت وسريع، لكن الشيء الأكثر رعباً هو أن مخالبه الأمامية ضعف طول المخلوق نفسه. أي فريسة يصطادها لن تفلت أبداً. لقد أتلفت الحياة في الكهوف المظلمة بصرها، لذا تحاول العناكب الصوتية تجنب أشعة الشمس. أثناء عملية الانسلاخ يصعد إلى السقف ويخرج ببطء من جلده القديم. تخيل أنك توجه مصباحك إلى هناك وترى شرانقا صغيرة تزحف منها العناكب الشاحبة ذات الأرجل الطويلة جدا. إذا قابلته حقا فكن هادئا وابتعد ببطء قدر الإمكان. كن حذرا، إذ يمكن لهذا الكائن المسطح أن يزحف تحت ملابسك في ثانية ويعضك في بطنك. وهذا ليس الجزء الأسوأ. حسناً، هذه مزحة. هذا الفتى الجميل هو أحد أكثر المخلوقات خجلاً وأكثرها مسالمة بين العناكب والعقارب. إنه خائف منك ولن يهاجمك أبداً. يعتبر الكثيرون العناكب الصوتية كائنات جميلة ويحتفظون بها في مرابي حيوانات زجاجية. إذا كنت تريد مثل هذا الحيوان الأليف فراقبه بعناية حتى لا يهرب من منزله. إذا حدث ذلك سيكون من الصعب جداً الإمساك به مرة أخرى. في غضون لحظات يمكن أن يصل إلى أسفل سريرك أو يمر عبر فجوات في الأرض، ثم يذهب إلى شقة جارك عبر نظام تهوية ويخيف الجميع هناك. حسناً، ماذا عن عقرب آخر؟ إنه ليس مخيفاً مثل المخلوقات الأخرى في هذا الفيديو، لكنه العقرب الأكثر سماً في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه عقرب أريزونا النباح. المشكلة هي أنه يمكنك رؤيته في الصحراء أو في منزلك أو في الفناء. تزحف هذه الوحوش السامة الخطيرة إلى الغرف وغالباً ما تلدغ الناس. مرة واحدة تكفي لتسبب الألم مثل لدغة النحل. لكن الشخص المصاب بالحساسية قد يعاني من الشلل ومشكلات في التنفس ومشكلات صحية أخرى. بينما تتنزه على شاطئ بوينت ريس الوطني تقابل أسد الجبال، ابقى هادئاً ولا تظهر له خوفك. أصرخ بصوت عال على الأسد ولوح بذراعيك. إن لم ينجح هذا فابدأ برمي الحجارة أو الأغصان أو أي شيء آخر تجده، لكن صوب على الأرض أمام الأسد وإياك ورمي أي شيء عليه مباشرة، فهذا سيشيطه غضبا. نعم، إن اقترب الأسد منك فاحمل المناطق المعرضة للخطر في جسمك. سيستهدف العنق ويحاول الإمساك بذراعيك، لذا أمل رأسك للأمام لحماية رقبتك ولا تبدأ حركات بيديك. عندما يدرك الأسد أنك لست خصما سهلا فعلى الأرجح سيتراجع ويهرب. أنت الآن في يولستون وستلتقي هنا بالدب الرمادي وجها لوجه. إنه يشرب الماء من الجدول. المسافة الآمنة بينك وبين الدب 60 مترا. لقد انتبه الدب لوجودك، وها هو يقف على رجليه الخلفيتين وينظر نحوك. إنه بطول لاعب كرة السلة ويصل وزنه إلى قرابة 360 كيلوغراما، لذا ليس لديك فرصة للفوز أمامه. عليك البقاء ثابتا في مكانك. يعاني الدب الرمادي من ضعف البصر، لذا قد لا يراك، لكن بعدها يبدأ بالسير باتجاهك. إياك الآن أن تدير له ظهرك أو تحاول الركض بأسرع ما يمكن، فحينها سيطاردك. يجب أن تبدو بحجم أكبر مما أنت عليه فعلا. لوح بذراعيك وأفرد ساقيك أوسع من هذا. تحدث واصرخ بصوت عال في وجه الدب. سيدرك حينها أنك لست وجبة سهلة. حاول إصدار صوت يشبه قرقعة المعدن، وإن كان لديك طعام لا ترميه على الدب، بل ضعه فقط على الأرض وواصل التراجع للخلف مع إبقاء وجهك مواجها له.
لكن إن بدأ بالجري نحوك فستكون فرصتك الوحيدة لاستلقاء أرضا بلا حراك. الدببة ليست من الحيوانات التي تأكل أي شيء، لذا إن ظن أنك لست على قيد الحياة سيشمك فقط ويهز كتفيه ويبتعد. والآن تتجه للغوص على ساحل فلوريدا، وهنا عليك حماية نفسك من القرش الأبيض الكبير. إياك وارتداء أي شيء لامع أثناء السباحة، وتجنب أيضا السباحة ليلا، ففي هذا الوقت تخرج أسماك القرش للبحث عن الطعام. يمكن للمياه المتراشقة جذب هذا الكائن البحري المفترس، لكن إن رأيت هذا القرش يسبح باتجاهك فليست هناك سوى قاعدة واحدة، افعل كل ما بوسعك لهزيمته. حاول الحفاظ على هدوئك واسبح نحو الشاطئ. أما إن اختارك القرش طعاما له فهناك شيء واحد قادر على إخافته، حاول ضرب القرش على أنفه وعينيه وخياشيمه. أنت الآن في إفريقيا، ومن وسط أعشاب السافانا الطويلة ترى أسدا، والأسوأ من ذلك أنه يراك. أول شيء يتعين عليك فعله عدم التوقف عن النظر إليه. لا تدر ظهرك للأسد ولا تهرب، فهذا الحيوان المفترس الذي يبلغ طوله مترين ونصف ويعادل وزنه وزن 3 أشخاص بالغين قادر على الجري نحوك بسرعة سيارة على الطريق السريع، لكن بعدها يتوقف فجأة ويواصل التحديق فيك. غالبا ما توجه الأسود هجمات مزيفة لتخويف خصمها. في هذه المرحلة عليك أن تبدو أكبر بكثير مما أنت عليه بالفعل. أفرد ذراعيك وأصدر ضوضاء عالية، ثم يمكن للأسد اختلاق هجمة وهمية أخرى. وإذا واصلت الوقوف دون حراك فسوف يدرك الأسد أنك خصم قوي ويمضي في الاتجاه الآخر. أنثى الأسد أخطر بكثير من الذكر. إذا كانت تحرس الأطفال فلن تتوقف ولن تكون أمامك أي فرصة للنجاة. تنتقل بسيارة سفاري إلى الموقع التالي. ترى الأفيال تشرب الماء بسلام. يمكن أن يبلغ طول الفيل الواحد حوالي 3 متر، وبوزن مساوي لوزن سيارتي دفع رباعي. يمكنه حتى قلب السيارة بأنيابه القوية. والآن يراك أحد الفيلة ويهز أذنيه الكبيرتين. إنه مخادع، إذ يريد أن يظهر بهذه الأذنين أنه أكبر حجما لإخافتك. إنه خائف أيضا ولن يبادر بمهاجمتك. يجب أن تخبر الفيلة أنك لا تشكل تهديدا له، لهذا تجنب الصراخ أو التلويح بذراعيك. عد للخلف بخطوات بطيئة حتى تغادر المساحة الخاصة بالفيل. إن بدأ بالجري نحوك ضاما أذنيه إلى رأسه فهو لا يخدعك. تسلق أحد الأشجار ليس خيارا صائبا في هذا الموقف، فقد يطيح بالشجرة وستسقط، حتى أنه قد يميل الشجرة بجذعها القوي. عليك هنا الجري بشكل متعرج. الفيل ذو وزن ثقيل ويصعب عليه تغيير الاتجاهات بسرعة، وهكذا ستبدأ تدريجيا بالابتعاد عنه. لكن تذكر أن الفيل قادر على الجري بسرعة 40 كم في الساعة، لذا سيكون الهرب منه أمرا صعبا. لننتقل الآن إلى نهر النيل، حيث يوجد أكبر عدد من التماسيح في العالم. إذا كنت تخيم هناك فعليك الابتعاد عن ضفة النهر مسافة لا تقل عن 50 مترا، وهكذا لن يصادف التمساح معسكرك ليلا. لا تبعد عينيك عن التمساح أبدا، يمكنه استغلال تلك اللحظة ومفاجأتك. تبلغ السرعة القصوى للتمساح 16 كم في الساعة، لكن يمكنه شن هجمات في الماء بسرعة 12 مترا في الثانية الواحدة، وبالتالي ستكون فرصتك الوحيدة للبقاء حيا. تواجدك خارج الماء، لكن إن حدث وصادفته في الماء ركز على مهاجمة نقاط الضعف لديه، وهي العينان ومقدمة الأنف والغشاء الموجود في الحلق. يمنع هذا الغشاء دخول الماء إلى حلق التمساح. أثناء هربك من التمساح احذر الالتقاء بفرس النهر. إنه واحد من أخطر الحيوانات في العالم، وقد يصل لحجم سيارة درجة رجال الأعمال ووزنه كوزن الفيل الكبير. إلى جانب ذلك يمكنه الجري بسرعة الخيل، ولهذا سيكون موقنا من تفوقه عليك في أي سباق. المهم هنا إثارة خوفه. إذا كنت تقف بعيدا حاول لفت انتباهه بإصدار صوت عالي، وحينها سيحاول الابتعاد عنك كما يفعل عادة. استغل هذه اللحظة للتراجع للخلف، لكن إذا رأيت فرس النهر يتثاءب فهذه علامة على أنك تنتهك منطقة الراحة الخاصة به. يمكن لفرس النهر فتح فمه بزاوية 180 درجة، وله عضة بقوة عضة التمساح، لهذا لا يمكنك التغلب عليه، وعليك الهرب في الحال. الخيار الأفضل هنا تسلق إحدى الأشجار أو أي منحدر. تواجه أفراس النهر صعوبة في تسلق الأماكن المرتفعة، وإذا تمكنت من الهرب فستكون أحد الأشخاص القلائل الذين نجوا من مواجهة مباشرة مع فرس النهر.
هناك أيضا جواميس تعيش في سافانا، وقد تكون بطول شخص بالغ وبوزن طن واحد. وعلى عكس الأسود والفيلة، لا تشن الجواميس بهجمات مزيفة. إذا رأيت هذا الحيوان الضخم يجري نحوك، فحتما يحمل نوايا شريرة. قرونه القوية وجمجمته قادرة على ثني صفائح معدنية، ويمكنه تحويل السيارة الجديدة إلى كومة من الخردة. لا يمكنك أبدا الهرب من الجاموس، لذا فخيارك الوحيد العثور على أقرب شجرة للإسراع إليها قبل أن يبدأ الجاموس بهجمته. إذا واجهت ثعبانا فعليك البقاء ثابتا في مكانك بلا حراك. هناك أنواع لا حصر لها من الثعابين، ولا تعرف إن كان خصمك ساما أم لا، لذا عليك تجنب التعرض للعض. تحرك للخلف ببطء وهدوء، وإن كان الثعبان يتبعك فتوقف وابدأ بالضرب على الأرض بقدميك. حتما ستخيفه الاهتزازات القوية للأرض، لكن إن تعرضت لعضة الثعبان فحاول تذكر شكله بالضبط، والأفضل من ذلك التقاط صورة له. لإبطال مفعول السم ستحتاج إلى تناول الترياق لهذا النوع المحدد من سم الثعابين. أنت الآن في طريقك إلى شمال شرق آسيا. أثناء عبورك للغابة الكثيفة ترى مساحة فارغة. هناك العديد من الخنازير البرية ترعى بسلام هنا، ومن بينهم أنثى لديها العديد من الأطفال، وستفعل أي شيء لحمايتهم، لذا فهي عدوانية للغاية الآن. أوبس، لقد رأتك. كن مستعدا للدفاع عن نفسك. إذا كانت أنثى الخنزير البري تصدر صرخات حادة وقوية، فهذا يعني أنها ستهاجمك. أول شيء عليك فعله التزام الهدوء والبقاء ثابتا في مكانك. هناك فرصة لأن تذهب وتتركك، لكنك ترى أنها بدأت الجري. لديك الآن خيارات عدة: ألف، يمكنك الهرب، أو باء، مواجهة الضربة، أو جيم، تسلق أقرب شجرة. الخيار الأول خاطئ. يمكن للخنازير البرية أن تجري بسرعة تقارب سرعة العداء يوسين بول، وعندما تطاردك لن تكون لديك فرصة أمام أنيابها الحادة. الخيار باء، البقاء حيث أنت. خاطئ أيضا. يصل وزن الخنزير البري إلى وزن دراجة نارية وبطول رجل بالغ تقريبا. الضربة التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة ستكون كفيلة بالقضاء عليه، لذا فالخيار الصحيح تسلق أقرب شجرة. إن لم تكن هناك أشجار فتسلق سيارة أو صخرة ضخمة. يجب أن تكون في مكان أعلى من الخنزير. عندما يدرك الخنزير عدم قدرته على الوصول إليك سيتركك وشأنك. أهم شيء الآن الابتعاد عن الخنازير البرية وعدم محاولة إطعامها أو استفزازها. هذا الثعبان الأسود المشؤوم لن يؤذيك، فهو ليس لديه أنياب. ربما كنت قد اعتقدت خطأ أن هذا المخلوق الأسود ليس سوى مامبا سوداء، لكنه مجرد ثعبان فأر غير ضار. هناك علامة رئيسية واحدة يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كان الثعبان خطيرا حقا. الأنواع غير ذات الأنياب لا تمتلك نظام توصيل السم، وبالتالي فإن عضاتهم لن تؤذيك كثيرا، ولكن إذا رأيت ثعبانا بأنياب فأنت في خطر حقيقي. إذا صادفت ثعبانا فمن الأفضل مغادرة المنطقة وطلب المساعدة من متخصص في الحياة البرية للتعرف على الثعبان. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على التمييز بين النوعين: مراقبة سلوكهم وعادات التعشيش والموائل. قد تهز بعض الثعابين ذيولها كإشارة تحذير. أيضا عادة ما يكون للثعابين السامة رؤوس مثلثة الشكل مقارنة بالثعابين غير السامة ذات الرؤوس المستديرة. حان وقت الوهم البصري. هل تستطيع رؤية الثعبان هنا؟ من الأفضل أن تكون منتبها، لأن هناك طائرا مختبئا على تلك الشجرة. لقد أتقن هذا المخلوق الزلق فن التنكر، ويحب التظاهر بأنه غصن شجرة. أيضا قد لا تتمتع كلاب البومسلانج بأفضل حاسة شم، لكنها تعوض ذلك بقدرتها على اكتشاف المواد الكيميائية في الهواء. باستخدام ألسنتهم يجمعون جزيئات الرائحة ويضغطونها على أعضائهم الحسية في الفم. هذا الثعبان سام، انظر فقط إلى تلك الأنياب. ومع ذلك عندما لا تكون قيد الاستخدام يمكن للثعبان أن يطوي أنيابه بدقة في فمه. الأفاعي الجراثية والبشر لديهم شيء مشترك، كلاهما يحتوي على الكثير من الملحقات المصنوعة من الكيراتين في أجسامنا. تتكون أظافر الإنسان وشعره من الكيراتين،
كما أن خشخيشات الأفاعي المجلجلة مصنوعة منه أيضا. الأصوات الأساسية التي تصدرها هذه المخلوقات الزرقة تشبه الضوضاء التي يمكن أن نصدرها نحن البشر عندما نفرك أظافرنا ببعضها البعض، لكن هذه الزواحف تفعل ذلك بسرعة فائقة، لذا يبدو الأمر أشبه بالهسهسة. كلما تساقطت هذه الثعابين فإنها تضيف جزءا جديدا إلى خشخيشتها، ولكن الأمر ليس مثل كلما كان الثعبان أكبر سنا زادت الأجزاء الموجودة به، قد تتآكل خشخيشاتهم أو تنكسر تماما مثل أظافرنا. تمتلك الأفاعي الجرسية بالإضافة إلى العديد من الثعابين الأخرى بنية أذن داخلية فريدة لا تحتوي على طبلة الأذن، هذا يعني أنهم لا يستطيعون التقاط الأصوات المحمولة جوا مثلنا، وبدلا من ذلك ترتبط أذنهم الداخلية بفكهم ويستخدمون هذه الآلية للشعور بالاهتزازات. لا يزال علماء الأحياء يكتشفون ما إذا كانت الثعابين تكتشف الأصوات من خلال الضغط أو الاهتزازات الميكانيكية في أجسامها. إنهم أيضا انتقائيون في أكلهم تماما، تتغذى الأفاعي الجرسية فقط عندما تشعر بالجوع، وعادة ما ينتظر البالغون حوالي أسبوعين بين الوجبات. يمكن أن يختلف الوقت الذي ينتظرونه بناء على حجم وجبتهم الأخيرة. عادة ما يلاحق هؤلاء الصيادون المخادعون الفئران والجرذان والسناجب والأرانب، لكنهم لن يقولوا لا لطائر إذا تمكنوا من اصطياد واحد. من ناحية أخرى تميل الأفاعي الجرسية الأصغر سنا إلى أن تكون شهيتها أكثر شغفا، وتتناول الطعام أحيانا مرة واحدة في الأسبوع. والآن انظر إلى أنيابهم الضخمة، إنها مثل الإبر تحت الجلد مجوفة وحادة، مما يسمح لها بحقن السم. الأمر الرائع حقا هو أن هذه الأنياب معلقة ومسطحة على الفك العلوي للثعبان عندما يكون فمه مغلقا، فقط تنطلق للأمام بشكل عمودي عندما تضرب. تم تسمية أفواه القطن المهيبة بهذه الطريقة بسبب اللون الأبيض المذهل داخل أفواهها والذي تظهره عند التهديد. تنتقل هذه الثعابين شبه المائية بسهولة في الماء والأرض، مما أكسبها لقب خف الماء. مجهزة بحفر وجهية تستشعر الحرارة تقع بين عيونها وفتحتي أنفها، فهي تمتلك قدرة غير عادية على اكتشاف حتى أدنى التغيرات في درجات الحرارة وشحذ الفريسة المحتملة بدقة. نادرا ما تعض أفواه القطن البشر وتحتفظ بضربتها السامة للحظات الاستفزاز. وإليك نصيحة حول كيفية التمييز بين ثعابين الماء غير السامة ونظيراتها السامة أفواه القطن. بينما تتميز الثعابين المائية ببنية نحيلة، فإن الثعابين القطنية تتميز بحضور قوي وثقل. تستمر العلامات المنبهة في ظهور ثعابين مائية ذات ذيول طويلة ونحيلة ورؤوس متناسبة مع أعناقها، على النقيض من الرأس الممتلئ والعريض للفم القطني. حدقة عين ثعبان الماء مستديرة، وهي خروج عن الحدقة الرأسية التي تشبه القطة في أفواه القطن. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي الثعابين غير السامة على حفر الوجه المميزة التي تتميز بها أفاعي الحفرة مثل أفواه القطن. في أوقات الخطر تستخدم ثعابين الماء غير السامة تكتيكا ذكيا لتقليد نظيراتها السامة. من خلال تسطيح أجسادها ورؤوسها فإنها تسعى جاهدة للظهور بشكل أكبر وتشبه أفواه القطن في المظهر، ومع ذلك يمكن للعين الثاقبة أن تميز الفرق. يأخذ رأس ثعبان الماء المسطح شكلا مثلثا يختلف عن الرأس القوي والسميك للفم القطني. إليكم نجما ساما آخر، الثعبان النحاسي الرأس. رائحتهم تشبه رائحة الخيار تماما، سمهم مميز جدا أيضا. هل ستقع في مشكلة إذا عضك هذا الثعبان؟ تماما. هل يساعد العلاج في الحالات القاتلة؟ نوعا ما. إنها ليست حقيقة مثبتة بنسبة 100% حتى الآن، لكن العلماء اختبروا هذه النظرية لفترة طويلة
وقد لاحظوا أن سم الثعبان النحاسي يمكن علاجه في بعض الحالات الخطيرة، ولكنه على الأقل يبطئ تقدمها. ومع ذلك فإن لديهم اللدغات الأكثر سمية بين جميع الثعابين الأمريكية، ولكن ليس هناك حاجة دائما إلى مضاد اللدغات بطريقة أو بأخرى. تشتهر الثعابين المرجانية بطبيعتها غير العدوانية، فهي مخلوقات خجولة وكتومة. تشكل لدغاتهم أقل من 1% من لدغات الثعابين في أمريكا. سمهم هو سم عصبي يشل الأعصاب، وبسبب أسنانهم الصغيرة يجب عليهم مضغ فرائسهم لحقن السم. عند الشعور بالتهديد يقوم الثعبان المرجاني بتجعيد طرف ذيله لإرباك مهاجمه بشأن موقع رأسه. المامبا السوداء الغامضة والرائعة، والمعروفة أيضا باسم المامبا ذات الفم الأسود، يطلق عليها السافانا الصخرية حيث موطنها، وتحب التسكع بالقرب من تلال النمل الأبيض. مع نطاق ألوان من الرمادي إلى البني الداكن يأتي اسمها من الجزء الداخلي الداكن لفمه. تحمل المامبا السوداء لقب بعض الثعابين الأسرع حركة على مستوى العالم، حيث تصل سرعتها من 16 إلى 19 كيلومترا في الساعة على سطح أملس. على الرغم من سمعتها الشرسة، إلا أن الهجمات غير المبررة على البشر لا تزال غير مثبتة، والثعبان مسؤول في الواقع عن عدد قليل فقط من الحالات المميتة كل عام. تمتلك الأفاعي ذات الحراشف المنشارية قدرة رائعة على إصدار ضوضاء تقشعر لها الأبدان، مصحوبة بعرض تهديد مذهل. الشكل الفريد لمقاييسها يسمح لها بإصدار صوت هسهسة أو أزيز طويل عندما تتحرك بطريقة مرعبة بشكل خاص. هذه الأصوات بمثابة تحذير واضح لأي شخص على مقربة من الثعبان. على الرغم من كونها مسؤولة عن العديد من الوفيات، إلا أن لدغات الأفاعي ذات القشور المنشارية تكون مميتة في أقل من 10% من الحالات في حالة عدم العلاج، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الكوبرا الملك والمامبا السوداء، حيث تكون الوفيات بسبب عضاتها غير المعالجة أعلى بكثير. تعرف الأفاعي ذات الحراشف المنشارية بعدوانيتها الشديدة وضرباتها السريعة، مما يجعلها من أسرع الثعابين وأكثرها صعوبة في التنبؤ في العالم. عندما تتنزه في الأدغال تذكر أن لا تعبث مع أي ثعابين تصادفها حتى لو لم تبدو حية. تلعب بعض الثعابين المخادعة دور الأوبوسوم، ويمكنها أن تضرب إذا أزعجتها. إذا لاحظت واحدة فامنحها بعض المساحة. عندما يتعلق الأمر بالثعابين فهي عادة ما تكون خجولة جدا ولن تزعجك إلا إذا شعرت بالتهديد. إن محاولة الإمساك بثعبان أو إيذائه أمر محظور تماما، حيث يحدث هذا عندما تحدث معظم لدغات الثعابين، ولا تنخدع بحجمها، فحتى الثعابين الصغيرة يمكنها أن تكون قوية. على سبيل المثال تولد الثعابين البنية الصغيرة بالسم، لذا من الأفضل أن تشاهدها من مسافة آمنة. في كل عام يقع أكثر من 7000 أمريكي ضحية لدغات الثعابين، وغالبا ما يكون ذلك بسبب محاولات فاشلة للتعامل مع الثعبان أو مكافحته. من الضروري تجنب مثل هذه التصرفات وطلب المساعدة الطبية الفورية في حالة تعرضك للعض. إن فهم كيفية التمييز بين الثعابين السامة وغير السامة أمر أساسي لتقييم المخاطر المحتملة. اتصل بمتخصص إذا لم تكن متأكدا من هوية الثعبان، ولا تتعامل أبدا مع الثعبان حتى لو بدا غير ضار. إن كنت في مكان عام واحتجت للمساعدة فتجنب سؤال مجموعة من الناس، وعوضا عن ذلك اسأل أشخاصا منفردين، فبسبب وجود ما يسمى بتأثير المتفرج لن تهب هذه المجموعة من الناس لمساعدتك.
تنص هذه النظرية الاجتماعية على أن الناس لا يميلون عادة لتقديم المساعدة أثناء تواجد الآخرين من حولهم، وذلك كونهم يفترضون بأن شخصاً من بين كل هؤلاء سيسرع لمساعدتك. إن كنت تقود سيارتك في مدينتك أو في منطقة شوارعها ذات تصميم يشبه الشبكة وتظن أن أحدهم يتبعك، فانعطف يميناً أو يساراً 4 مرات، سينتهي بك الأمر في المكان نفسه الذي كنت فيه من قبل. وإن كانت السيارة لا تزال خلفك فأنت على الأرجح ملاحق. تجنب الذهاب للمنزل وحاول أن تتوهه. إن كنت في الخارج قبل اقتراب عاصفة وشعرت بتوقف شعرك فابحث عن ملجأ لك في الحال، فوجود الكهرباء الساكنة في الشعر يعني ارتفاع الشحنات الموجبة الموجودة في جسمك لتكون أقرب تجاه الشحنات السلبية الموجودة للعاصفة، ويحتمل آنذاك أن تتعرض للصاعقة. إن لم يتوافر لك أي ملجأ في تلك اللحظة فاجلس القرفصاء على الأرض على مشطيك وثبت يديك على ركبتيك واضعا رأسك بينهما. يؤدي انكماشك بجسمك لأقل قدر من ملامستك للأرض، وبالتالي فهو يقلل من خطر التعرض للصاعقة. احرص دائما على حمل مرآة عند سفرك إلى أماكن نائية، وذلك لتستفيد منها إن تهت. إذا تقطعت بك السبل في الصحراء ورأيت طائرة تحلق فوقك فوجه المرآة نحوها لتعكس الضوء تجاهها. إن لم يكن معك مرآة فحاول إرسال إشارة للطائرة من خلال التلويح بذراعيك لأعلى ولأسفل. وإن علقت في مكان ما في سيارتك فلا تتركها، فعثور رجال الإنقاذ عليك وحدك دون سيارتك سيمثل تحديا أكبر لهما، على عكس ما نراه على شاشة التلفاز، فمن يتعرض للغرق لا يصرخ ولا يلوح بيديه، بل سيكون رأسه مائلا للخلف وجسمه مغمورا بالماء، محاولا إبقاء فمه فوق سطح الماء باستخدام ذراعيه. ولذلك إن رأيت شخصا يبدو كأنه يطفو أو يتمايل في الماء ويحاول إخراج رأسه نحو السطح فاعلم أنه بحاجة للمساعدة. إن كنت لا تستطيع السباحة وسقطت في مياه عميقة فلا تذعر، احبس أنفاسك ودع جسمك يطفو تجاه السطح. حافظ على استقامة ظهرك مع ساقيك وحاول تكرار الركلات الخفيفة لتعيد جسمك للسطح من جديد. إن كنت تحاول إنقاذ أحد لا يجيد السباحة فإياك والاقتراب منه مباشرة، فربما يسحبك معه للأسفل أثناء تخبطه ودعره. وبدلا من ذلك تسلل نحوه من الخلف ومرر ذراعيك للإمساك به من صدره مع الحرص على عدم وجودك في متناول حركة يده. إذا تمكن من الإمساك بك فسيسحبك للأسفل، لذا حاول السباحة من تحته وابتعد قليلا عنه ثم حاول تكرار المساعدة. إن واجهك دب رمادي فهذا ليس يوم سعدك، لا تركض ولا تنظر في عينيه مباشرة. إن لم يكن قريبا منك فابتعد عنه ببطء، وإن كان متأهبا للهجوم فابق ثابتا في مكانك فلا يمكنك أن تسبقه. تحدث بصوت هادئ ورتيب وتجنب الصراخ، ولتجنب حدوث ذلك من الأساس تحقق واقرأ المزيد عن احتمال وجود دببة رمادية في المكان الذي تتجه إليه، وخذ معك رذاذ الفلفل أو الرذاذ الطاردة للدببة. إن كان الدب يبعد عنك مسافة 8 أمتار فاستخدم البخاخ، وإذا هجمك استلق أرضا وشكل كرة بجسمك مثل وضع الجنين، وابقى هادئا ولا تتحرك حتى يذهب بعيدا. والآن إن كان ما يطاردك دب قطبي لكنه لا يزال بعيدا عنك، فابدأ برمي ملابسك كالقبعة أو الكوفية أو القميص واهرب في الحال. حس انتباه الدببة قصير جدا، لذا فقط تتوقف لشم ملابسك وسيمنحك هذا وقتا للنجاة. لكن إن واجهك الدبان معا فذكرني ألا أذهب معك في الإجازة. لنتابع. إذا كان أحدهم يختنق لكنه يسعل فلا تتدخل، يعني السعال أن الهواء قادر على الدخول والخروج وهو يعاني من انسداد جزئي في مجرى الهواء، وقد تؤدي مساعدتك له إلى تدفق عكسي للهواء مما قد يسبب إما زوال الخطر وإما إزاحة المسبب عن مكانه مسببا الانسداد الكامل. دعه يسعل ولا تساعده إلا إن أصبح عاجزا عن التنفس أو السعال. إذا علقت في تيار ساحب قوي
فإياك والسباحة عكسه، كونك ستجهد نفسك ولن ينتهي هذا نهاية جيدة، وبدلا من ذلك اسبح بسرعة بشكل موازن للشاطئ مع الحفاظ على هدوئك، وحتى إذا ابتعدت فستهرب من التيار وتعود إلى الشاطئ. الإبهام أضعف جزء في قبضة الإنسان، لذا إن سحبك أحدهم من معصمك فلا تلوي ذراعيك في يديه، حاول الضغط مبعدا يده عنك مع البدء بالضغط من مكان الإبهام. أبلغ وزارة الخارجية بسفرك للخارج، يمكنك في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إخبار وزارة الخارجية بأنك مسافر للخارج، فإذا حدثت كارثة طبيعية أو نزاع سياسي ستكون الجهات المسؤولة على علم بالحاجة لإخلائك، وسيطلعونك أيضا على ما يحدث في البلد الذي تنوي زيارته لحمايتك من التعرض للمتاعب أو الدخول في مشاكل. إذا وجدت نفسك وسط متدافعين فجأة فستقع في مشكلة إن سقطت أرضا، وإن حدث ذلك فلا تكور نفسك منتظرا انتهاء التدافع، لأن هذا قد يضعك في موقف أكثر خطورة. حاول الإمساك بساق أحد المارة لتقدر على النهوض ومتابعة السير. أحيانا تنتهي رحلات التخييم بتوهان بعض الأشخاص، وإن تعرضت لموقف مشابه وأردت الخروج من مكان التخييم فخذ معك فحما أو عيدانا خشبية واستخدمهم لترك رسائل على الأشجار أو الصخور أو الأخشاب. ستبقى هذه العلامات لأسابيع وسيسهل على فريق الإنقاذ تتبعك. أبق معك إبرة دائما في صندوق الإسعافات الأولية، فيمكنك صنع بوصلة منها إذا تهت. عليك أولا مغناطيسها بفرك عين الإبرة في شعر أو فراء أو حرير 100 مرة، ثم املأ وعاء بالماء، وضع ورقة على سطح الماء، وضع الإبرة فوق الورقة، ويجب أن تبدأ بالإشارة إلى الشمال. عند الاتصال برقم الطوارئ أخبرهم أولا بموقعك بالتحديد، ثم وضح لهم المشكلة، وذلك كي يتمكنوا من إرسال الشرطة أو الإسعاف حال انقطاع الاتصال. إن لاحظت في منزلك وجود رائحة تشبه رائحة السمك فاتصل فورا بعامل الكهرباء، قد تكون تلك الرائحة ناجمة عن ارتفاع حرارة البلاستيك في المكونات الكهربائية، والذي قد يؤدي بدوره إلى نشوب حريق، وربما يكون السبب القابس أو مفتاح الكهرباء أو القاطع أو أي شيء آخر كالسمك الذي تضعه في الفرن. إذا تعرضت للدغة أفعى فهناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كانت سامة أم لا. يمكنك أن تسأل لكنها في الغالب لن تجيب. عادة ما تكون الأفاعي السامة متعددة الألوان، والبؤبؤ لديها شبيه ببؤبؤ عين القط. وألق نظرة على مكان اللدغة، فإذا رأيت جرحين عميقين فمن المحتمل أنك قد تعرضت لهجوم أفعى سامة، وإن كانت العضة بآثار أسنان صغيرة حادة على شكل حرف يو فهي على الأرجح غير سامة. وأيا كانت الحالة اتصل برقم الطوارئ والتقط صورة للأفعى إن أمكن، وإياك واستخدام فمك لشفط السم، قد تزيد من احتمالات تسممك بدلا من التخلص من السم في جسمك. إذا كنت مسافرا وتعرضت لدرجة حرارة منخفضة فأنت معرض لخطر الإصابة بقدمة الصقيع. في البداية سيصبح جزء ما من جسمك متصلبا وشاحبا، ثم ستشعر بألم ووخز وتنميل. لتجنب قدمة الصقيع ضع الفازلين الأبيض على أنفك وأذنيك وأطراف أصابع يديك وأصابع قدمك. لم تنس إحضاره معك؟ تذكر إن كنت ترتجف في البرد فأنت بأمان، فالارتجاف نتيجة محاولة الجسم لتدفئة نفسه بقبض العضلات، لكن بمجرد التوقف عن الارتجاف من البرد والرغبة في النوم ابحث فورا عن مكان دافئ، لأنك معرض لانخفاض حرارة في جسمك. ستحتاج حينها لكمادة دافئة على صدرك وعنقك وأسفل بطنك، لكن احذر من وضع كمادة دافئة على يديك أو ساقيك، فقد يؤدي التغيير المفاجئ في درجة الحرارة إلى إعادة الدم البارد إلى القلب أو الرئتين أو الدماغ، مسببا انخفاضا في درجة حرارة جسمك. إن كنت تائها واضطررت للشرب من مياه راكدة فاغليها كي تصبح نقية. تحتوي المياه غير المعالجة على بكتيريا أو زيوت ومواد كيميائية أخرى قد تسبب لك ضررا. تعتمد درجة الحرارة والوقت المطلوبان لغلي الماء على ارتفاعك عن سطح البحر، لكن لتكون في مأمن حاول غلي الماء 3 دقائق.
حين يبدأ زيت الطهي في الغليان سيصدر منه الدخان ثم سيشتعل. إن تعرضت لهذا الموقف أطفئ النار ولا ترفع الإناء وغطه بغطاء معدني. لن تستمر النار بالاشتعال دون أكسجين، ولإخماد حرائق الزيت الصغيرة استخدم صودا الخبز، ستحتاج الكثير منها لإنجاز هذه المهمة. لذا استخدم هذه النصيحة فقط عندما تكون النار صغيرة، وإياك واستخدام الماء، سيؤدي ذلك لطرطشة الزيت وانتشار الحريق. هل فهمت ما قلته؟ جيد. تجد نفسك فجأة غارقا حتى رأسك في المياه الباردة ويحيط بك الجليد من كل جانب، يجب أن تخرج من هناك بسرعة. وبينما تسبح في المياه الجليدية قد يتعرض جسمك إلى صدمة، قد تدفعك منعكسات جسمك إلى اللهاف، لكن إياك أن تفعل ذلك. افعل كل ما في وسعك حتى يظل رأسك فوق سطح الماء لا أكثر. تخلص من أي جسم ثقيل مثل الحذاء أو السترة أو حقيبة الظهر. حينما تصل إلى الجليد لا تحاول القفز فوقه، فأنت لست في مسبح. حاول الخروج في وضعية أفقية، واستعمل ساقيك القويتين للسباحة داخل الجليد. استعمل يديك لسحب جسمك. ما أن تصل إلى السطح تدحرج بعيدا عن الحافة، ومن ثم ازحف، وبعد ذلك فقط يمكنك المشي. إن كنت ستتوغل في البرية فقد تود تجهيز بعض الأشياء مسبقا. اصنع مشعل نيران في المنزل، سخن بعض الماء في قدر صغير، وضع بداخله وعاء بايركس لإذابة بعض البارافين، ومن ثم خذ كرتونة بيض وضع نسالة تنشيف في كل جزء، املأها بالبارافين وانتظر حتى تبرد، واقطع كل جزء من العلبة. قطعة واحدة ستكفي لإضرام النيران بسرعة كبيرة. يمكن أن تستفيد كثيرا من خيوط تنظيف الأسنان للنجاة في البرية. يمكنك استعمالها كصنارة لصيد الأسماك مع عبوة معدنية تعمل كخطاف، أو يمكنك استعمالها كحبل غسيل. اربطها بين شجرتين. قد تبدو الخيوط هشة، لكن الخيط الواحد قادر على حمل ما يقارب 2.2 كيلوغرام، كما أنه سريع الاشتعال. لذا إن واجهت مشاكل في إضرام النيران يمكنك استعمال عدة أمتار من خيوط تنظيف الأسنان لإشعالها. يمكنك صنع حبل قوي جدا باستعمال قنينة مياه بلاستيكية بسيطة إن كنت تملك مقصا. اقطع قاعدة القنينة حتى تبدو مثل كوب طويل، ومن ثم ابدأ في قصها كما يقشر الناس البرتقال، أي بشكل لولبي. حاول الحفاظ على ذات السمك طوال الوقت، ستحصل على شريط بلاستيكي أطول وأقوى بكثير مما تظن. يمكنك استعماله لربط العصي لصنع كوخ، أو يمكنك لفه حول حقيبة ظهرك في حال تمزقت أو ما شابه. قد يكون السكر مضرا للأسنان، لكنه يتمتع بقوة خارقة حلوة جدا. أسكب بعضا منه في قطعة قماش واستعمله كضمادة. أوه لذيذ. يمكن أن يسبب لك البعوض الكثير من الإزعاج، وثمة الكثير منه حولك. يمكنك صنع طارد حشرات بنفسك لإبعاد هذه الآفات المزعجة. كل ما تحتاج إليه هو برتقالة أو ليمونة أو أي ثمرة حمضيات أخرى، فهي غنية بالزيوت الأساسية التي لا تطيقها البعوض. قشر برتقالة وافرك القشرة مباشرة على جلدك. احرص فقط على عصرها قليلا قبل فعل ذلك حتى تتمكن من استخراج زيوتها الأساسية. طريقة جيدة أخرى لإبعاد البعوض هي بإضافة القليل من قشور البرتقال إلى نار المخيم، فهذا سيطلق الزيوت الأساسية في الهواء. الجوع ينهشك لكنك لا تملك شيئا لإضرام النار. أفرغ جيوبك، قد تجد شيئا هناك يمكنك استعماله كمشعل نيران بديل. إن كنت تملك بطارية وغلاف قصدير للعلكة فأنت محفوظ. قص خيطا رفيعا من الغلاف بحيث يكون طويلا بما يكفي لوصل جانبي البطارية ببعضهما. يجب أن يكون وسط الشريط أرفع من طرفيه. أحضر بعض العشب الجاف أو الأغصان أو بعض الورق حتى، أيا كان ما تود استعماله لإضرام النار. سيشتعل شريط القصدير على الفور، لذلك احرص على أنك مستعد لذلك. يمكن للبشر تحمل الجوع أكثر من العطش، يعتمد ذلك على المكان الذي تتواجد فيه. فقد يكون من غير الآمن شرب الماء الموجود حولك أحيانا. يمكنك حينها صنع فلتر مياه بنفسك. ابدأ أولا بالنار. قد لا يكون غلي المياه كافيا، لذلك ما أن يبرد الرماد اطحنه لتحويله إلى مسحوق. لا تستعمل أي رماد تجده في الغاب، فقد يحتوي على بعض البلاستيك المذاب أو ما شابه. من ثم تحتاج إلى قنينة مياه. اقطع الجزء السفلي واصنع ثقبا صغيرا في الغطاء. اقلبها رأسا على عقب، وضع 7 سنتيمتر من الفحم بداخلها.
ومن ثم أسكب الماء المغلي بلطف وروية. يمكنك الآن شرب الماء الذي يقطر. إن وصل بعض الرماد إلى الماء، لف قطعة من القماش النظيف حول الغطاء لترشيح الماء بشكل أفضل. يمكن أن يفيدك القماش المكربن إن تهت عن الطريق في الغاب. لصنعه ستحتاج إلى قدر معدني بغطاء. ضع قطعة من القماش بداخله، ومن ثم ضع القدر فوق النار لبعض الوقت. ينبغي أن يتغير لون القماش إلى الأسود عند الحواف، لكنه سيظل سليما. يلتقط القماش المكربن النار بسرعة هائلة حتى بحركة القدح بالحجر. إن كنت لا تود التجول في مناطق الأناكوندا فأنصت جيدا. ابتعد عن الأنهار الضحلة، لأن هذه الثعابين العملاقة تحب التسكع في هذه الأماكن. إن قررت الأناكوندا منحك عناقا قويا فلا تزفر الهواء. مع كل زفير ستعتصرك الأناكوندا أكثر، لكن لثعابين الأناكوندا نقطة ضعف لا تحب أن يعض أحدهم ذيلها. لن تستصيغ مذاق الذيل، لكن هذا التصرف سيتكفل بإنقاذك. الانهيارات الثلجية كوارث خطيرة، لذلك تذكر هذه النصائح في المرة القادمة التي تكون فيها على المنحدرات للتزلج. أولا وقبل كل شيء، غطي فمك. استعمل وشاحا أو بعض القماش حتى لا يدخل الثلج إلى فمك. أبق يدك ممدودة فوق رأسك، ولا تنس حفر جيب صغير أمام وجهك، الأمر الذي سيسمح لك بالتنفس لمدة نصف ساعة. تخلص من جميع الأحمال الثقيلة حتى إن كانت ثمينة، لكن احرص على التمسك بحقيبة ظهرك، فهذه طبقة إضافية من الحماية، وتمسك بشجرة إن رأيت واحدة في الأرجاء. للعودة إلى السطح، تحرك كأنك تسبح مستقيما، فالثلج مكون من الماء أصلا. إن علقت بطريقة ما داخل سيارة تغرق، لا تذعر ولا تحاول فتح الباب. ضغط المياه بالخارج سيكون قويا جدا، وستفقد طاقتك الثمينة دون أن تتمكن من فتح الباب. الطريقة المثلى للهروب هي النوافذ، أنزلها واسبح بعيدا. إن لم تكن سباحا ماهرا، يمكنك صنع عوامة بديلة مثل كيس بلاستيكي بهواء عالق بالداخل. اربط عقدة واحرص على أن تكون معقودة جيدا. ستفي قارورة بلاستيكية بالغرض أيضا، لكن واحدة فقط لن تكفيك. يمكنك أيضا استعمال معطف واق من المطر أو بنطلونا مضادا للمياه، وحتى أنه من الممكن استعمال صندوق قمامة مقلوب رأسا على عقب. إن كنت تواجه مشاكل بالسيارة ليلا في الغاب مثلا، تحتاج إلى الضوء لتكون على دراية بما تفعله. كل ما تحتاج إليه هو قنينة ماء أو دورق، أو حتى برطمان مخللات مملوء بالماء. ما عليك سوى تثبيته على الضوء الأمامي، وها أنت ذا، سينشر الماء الضوء حتى تصبح الرؤية أفضل. هذا مثالي لنصب خيمة في حالات الطوارئ، أو البحث عن الحطب لإضرام النار. برطمانات تخزين المخللات مفيدة جدا عندما يتعلق الأمر بتخزين أعواد الثقاب. إن كنت تخيم في الغاب، من المهم جدا إخفاء أعواد الثقاب في مكان آمن وجهه. لتسهيل الأمر على نفسك، يمكنك صنع غطاء لإشعال الثقاب. قص الشرائط على جانبي علبة الثقاب وألصقها بغطاء البرطمان. قبل الانطلاق في مغامرتك البرية، احرص على حمل الكثير من الشوكولاتة الداكنة. الشوكولاتة هي ألذ المأكولات المفيدة للنجاة في البرية، لكنها أيضا أفضلها على الإطلاق، فهي غنية بالسعرات الحرارية وتساعد في رفع معنوياتك. زيادة على ذلك، لن تحتاج إلى شوكة أو طبق أو نار لتحضيرها. النصيحة الأخيرة لليوم يا سادة، هل لازلت تواجه مشاكل في إشعال النار؟ لا تبحث كثيرا، وأحضر كيس رقائق البطاطا الذي تخفيه عن رفاقك في المخيم. يمكنك العثور على رقائق البطاطا بالذرة في كل مكان في وقتنا الحاضر. وبمعزل عن مذاقها اللذيذ ولون أصابعك الغريب بعد تناولها، فهي تخفي في جعبتها خدعة أخرى. يمكنك استعمالها لإضرام النار، فهذا النوع من رقائق البطاطا سريع الاشتعال، لذلك كوم هذه الرقائق من أجل النار وتجهز بالحطب الجاف، ستشتعل النار في غضون لحظات. تحدث في الولايات المتحدة عملية سطو كل 18 ثانية، ويحتاج السارق المحترف ما بين 90 ثانية و 12 دقيقة لأخذ كل ما يحتاجه والخروج من المكان قبل القبض عليه. ربما تعلم أنه عندما يريد اللص تحديد المنزل الذي ينوي استهدافه،
فإنه يبدأ بمراقبته. هذا يعني أنه يراقب مالكيه ويتحرى المعلومات عن روتين حياتهم اليومي لتحديد أفضل وقت لاقتحام المنزل. بعض الحيل التي يستخدمها اللصوص لجمع المعلومات عن روتينك اليومي بسيطة لدرجة أنها قد لا تخطر ببالك، ولكن في المرة القادمة التي تسمع بها صوت تكسر خفيف تحت حذائك وأنت تفتح باب المنزل الأمامي، توقف وتحقق من مصدر الصوت. ربما تجد نفسك أمام قطعة بسكويت مسحوقة. إن كان الأمر كذلك فعلا، فهذا دليل على أن هناك مشكلة خطيرة. هذه وسيلة غاية الفاعلية يستخدمها اللصوص لمعرفة ما إذا كنت قد غادرت المنزل في إجازة أو لتحديد موعد عودتك إلى المنزل يوميا بدقة. وجود قطعة البسكويت أمر لا يثير أي شكوك، هذا إن لاحظوا وجودها أصلاً. ربما يظن كثيرون أنهم سحقوا حشرة تحت السجادة. عند وصولك إلى المنزل والسير فوق قطعة البسكويت وتحطيمها، ستكشف تلقائياً عن جميع أسرارك للصوص. سيدركون حينها على وجه اليقين ما إذا كان المنزل مأهولاً بسكان، ويمكنهم أيضاً معرفة المواعيد المحددة لتحركات أصحابه. ويصبح الأمر أكثر سوءاً إن كنت غائباً عن المنزل لفترة. ستبقى قطعة البسكويت على حالها أسفل السجادة، وبالتالي سيعلم اللصوص أن هذا المنزل مثالي لاقتحامه. ولتقلل فرصة قيام اللصوص بإلقاء قطع البسكويت أسفل سجادة الباب عليك، تجنب الإعلان عن مخططاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك عدد هائل من المجرمين يستخدمونها اليوم لجمع المعلومات. ولا تنشر أي تفاصيل تتعلق بإجازاتك. أما إن كنت تتوق لمشاركة صورك الجميلة على الشاطئ، فشاركها عند عودتك إلى المنزل. تحقق من إعدادات الخصوصية في كل مرة تنشر فيها شيئاً أثناء ابتعادك عن المنزل. من السهل على اللص معرفة أن منزلك فارغ إذا نشرت على الإنترنت عن مدى ازدحام المتاجر في أيام التخفيضات. تعرف على جيرانك. إذا قمت ببناء شبكة علاقات قوية مع المحيطين بك، فسيعتبر المجرمون منطقتك مكاناً خطيراً. في كل مرة تغادر بها المنزل إلى مكان بعيد، أبلغ جيرانك واطلب منهم إرسال رسالة إليك أو الاتصال بك إن لاحظوا شيئاً مريباً في أرجاء منزلك. يمكنك فعل الشيء ذاته معهم عند ذهابهم في إجازة مستقبلاً. اترك انطباعاً بوجود أحد في المنزل أثناء غيابك، واستخدم التلفاز والمذياع بتشغيلهما عند مغادرتك. من المرجح أن الأصوات ستخيف اللصوص حتى لو بقيت قطعة البسكويت كما هي. من العلامات الصريحة على ابتعاد مالك المنزل لفترة من الوقت هي وجود كومة من الصحف ورسائل البريد أمام الباب. اطلب من شخص ما، سواء كان جارك أو قريبك أو صديقك، المرور بانتظام وجمع البريد. وإن لم تجد شخصا يقدم لك هذه الخدمة، فيمكنك إيقاف البريد مؤقتا. يمكنك القيام بذلك في مكتب البريد المحلي. شيء آخر يمكن أن يفصح عن غيابك الطويل هو العشب الطويل غير المشذب. قبل مغادرة المنزل لفترة طويلة، استعن بشخص ما لتشذيب العشب بانتظام والحفاظ على الحديقة مرتبة. ابق متيقظا لتبقى بأمان. مليونان ونصف، هذا هو عدد عمليات السطو التي تسجل سنوياً، أي عملية سطو كل 13 ثانية. عند استهداف منزلك، الشيء الوحيد الذي يريد أي لص معرفة تفاصيله هو أنت. المقتنيات الثمينة التي تملكها، ومشترياتك، ووجهات سفرك، وجدولك، كل شيء بشكل عام. يرن جرس بابك، تسأل من الطارق، لكنك لا ترى أي أحد عند الباب. قبل أن تلوم أطفال الجيران المشاغبين، ضع التالي في الحسبان. ربما يتحقق شخص من وجودك في المنزل، وينطبق الأمر نفسه على المكالمات الغريبة الصامتة التي تتلقاها. وفي هذا الصدد، لا تفتح الباب فور رنين جرسه أو سماع الطرق عليه. يجب أن تتحقق من الجانب الآخر أولاً. إن ذكر الطارق أنه من شركة خدماتية أو مكتب تأجير أو من البلدية، فاطلب هويته واتصل بالشركة للتحقق من صحة كلامه. حتى إن كان جرس بابك مزوداً بكاميرا فيديو، هذه الأيام يمكن لأي أحد شراء زي رسمي، فلا تنخدع بالمظهر. وجود نشرة أو إعلان عادي تحت دعاسة الباب قد يعني أن منزلك مستهدف. إن ظلت النشرة في مكانها لليوم التالي، سيعتقد اللص أن المنزل خالي، فأي شخص يرى نشرة تحت أقدامه سيقوم برميها فوراً،
أليس هذا صحيحا؟ جمع اللصوص طرقا ذكية للتحقق من وجود نظام إنذار من عدمه، ومعرفة نوع الأبواب والنوافذ في منزلك، وما إن كان لديك كلب، وتحديد وجهتك السياحية المفضلة، وهلم جرة إن كنت تشعر بعدم الارتياح أو الريبة بسبب الأسئلة الغريبة التي يطرحها عليك الغريب، فأنصت لحدسك ولا تفرط في مشاركة معلوماتك. إن قام شخص بالتقاط صور لمنزلك وسيارتك، فهذا التصرف مريب حقا. قد يحاول تبرير تصرفه بدهاء، مثل التظاهر بالتقاط صورة سيلفي أو التحدث على الهاتف أثناء التقاط الصورة. إن كنت لا تثق في المصور العشوائي، فحافظ على هدوئك واشرح له رفضك لما يفعله، وأن منزلك ملكية خاصة. كما قد يقوم اللصوص بتمثيل وقوع حادث لدفعك للخروج من منزلك. قد يدعي عامل خدمات محتال وجود تسرب غاز أو ماء، تغادر الغرفة لبضع دقائق ويكون الأوان قد فات. يمكن للص المتمرس أخذ ما يريده في أقل من 90 ثانية. تحقق دائما من هوية الشخص الغريب الذي يظهر بهذه الطريقة، واتصل بالجهة التي يدعي أنه منها، واحذر أيضا إن رأيت ملصقا أو طلاء على باب منزلك، قد تكون مجرد مضايقات عرضية، لكنها قد تشير أيضا إلى محاولة شخص لتحديد منزلك وتمييزه عن البقية. تخلص منه في أسرع وقت ممكن. كما يجب عليك تواخي الحذر عند بيع سيارتك أو أي سلع أخرى ثمينة، احذف إعلاناتك المنشورة بمجرد بيعها. العديد من اللصوص يتصلون ويتظاهرون بأنهم مهتمون بشرائها ويسألون إن كانت لا تزال متوفرة. إن قلت لا لقد بعتها، فأنت تخبرهم بأنك حصلت للتو على مبلغ كبير. حتى لو كنت قد أنفقت المبلغ بالكامل، قد يرغب اللص في اقتحام منزلك والتأكد بنفسه. تحتوي هذه الشجرة على لحاء وأوراق وبذور سامة، والأسوأ من ذلك كله قدرة بذورها على الانفجار، وهذا ما لن ترغب برؤيته في رحلتك إلى أمريكا الاستوائية. أقدم لك شجرة ساند بوكس، إنها شجرة عملاقة بطول يصل إلى 30 مترا ومغطاة بدبابيس مخروطية الشكل. تبدو هذه الشجرة نفسها فريدة من نوعها، فبذورها كالقرع الصغير تقريبا، لكنك لن تجرؤ على الاقتراب منها ولمسها. تأملها فقط من بعيد، فبمجرد أن تتكسر أشواكها الشبيهة باليقطين تتحرر هذه البذور الشنيعة وتسافر بسرعة 70 متر في الثانية، أي أن لديها ما يكفي من القوة لإيذائك. لكن مهلا، شجرة ساند بوكس لا تفعل ذلك عمدا، إنها لا تريد السباق، وهدفها الأساسي إرسال البذور إلى أبعد مسافة ممكنة التي عادة ما تكون 40 مترا، لذا أرجوك ابق بعيدا عن طريقها. بعض الأشجار شديدة الخطورة، بل تحمل أيضا علامة تحذيرية، ومنها شجرة مانشينيل. تتظاهر هذه الشجرة بالبراءة وتبدو ثمارها كثمار التفاح، لكن تناول تفاحة من هذه الشجرة قد يكون آخر ما تفعله في حياتك. حسنا، يبدو أنها خطيرة، ولمس هذه الشجرة غير آمن أيضا، وأعني بذلك أن مجرد النظر إليها قد يكون خطيرا. لا أمزح، بل لا يستطيع الناس إبعادها، وكل من يحاول فعل ذلك يعاقب فورا. إن حاولت قص الشجرة سترش نحوك عصارة تسبب العمى. نعم، تسبب هذه العصارة العمى المؤقت، وإن لامست الجلد فستصاب بالحروق والبثور. هناك طريقة واحدة للتخلص من تلك الشجرة، وللقيام بذلك على الناس أولا حرق الشجرة من القاعدة مع الابتعاد عنها طبعا، ثم تترك الشجرة الساقطة تجف في الشمس، وبمجرد أن تجف يصبح لمسها آمنا، حتى أن هناك قطع أثاث صنعت من أخشاب شجرة المانشينيل التي كانت سامة في الماضي. والآن انظر إلى هذه، يطلق عليها العلماء اسم فاكهة الجاتروفا، لكنها تعرف أيضا باسم الجوز الأسود القي. مقزز، إن جربت تناول هذه الثمرة فإن أول ما ستشعر به هو حرقان في الحلق، وبمجرد وصولها إلى معدتك ستصاب بألم شديد في المعدة، أما النتيجة فقد تكون مروعة. يمكن أن يسبب تناولها تثبيط الجهاز العصبي المركزي، وليس لهذا علاقة بالحزن الشديد. إنها حالة فسيولوجية يتأثر فيها معدل التنفس وينخفض معدل ضربات القلب، وقد يفقد الشخص وعيه، ناهيك عن تبعات أكثر خطورة.
انظر إلى هذه الأوراق التي بشكل قلب، كم هي جميلة. لكن ثمار هذه الشجرة ليست بتلك الروعة، إنها شجرة بانجيام إيدولي، والتي تتخذ من جنوب شرق آسيا موطنا لها. يمكنك تناول ثمار هذه الشجرة، لكنها تتطلب الكثير من التحضير. عليك أولا قطف تلك العناقيد البنية الشبيهة بالكمثرى، إنها ثمار الشجرة. ثم عليك غلي البذور. أجل، ستصل إلى البذور بعد إزالة اللب الطري الذي قد يبدو لك صالحا للأكل، لكنه ليس كذلك. ومن ثم تحتاج إلى نقع البذور أو لفها في أوراق الموز لمدة 40 يوما حتى تطلق سيانيد الهيدروجين. أجل، من الرائع أن يكون سيانيد الهيدروجين قليل الذوبان في الماء، ويمكن التخلص منه بغلي البذور وتخميرها. أليس هذا جهدا كبيرا؟ في الواقع تضاف هذه البذور إلى بعض الأطباق، أي أنها ليست طبقا بحد ذاته. كلا، لن أتناول شيئا يحتوي سيانيد الهيدروجين. تحتاج بعض الفواكه الكثير من التحضير لتناولها، بينما لا يمكنك تناول بعضها إلا عندما ينضج تماما. البلسان الني غني بفيتامين سي المفيد لصحتك، وغني بالسيانيد وهو غير جيد لصحتك. تحظى ثمار التوت هذه بشعبية كبيرة، ويمكنك العثور عليها في الفطائر والعصائر والشاي والمربيات وغيرها. التوت الناضج والمطبوخ ليس خطيرا أبدا، وهذا التوت غير محظور. تتمتع فاكهة الآقية بمذاق مميز حقا، إنها خفيفة بقوام زبدي، ويقول من تناولها أن مذاقها كالبيض المخفوق. وتماما كما هو الحال مع البلسان، من الآمن تماما تناول الآقية طالما أنها ناضجة بالكامل. لذا حظر استيراد فاكهة الآقية النيئة في الولايات المتحدة منذ قرابة 50 عاما. الجزء الوحيد الصالح للأكل هو اللب الأبيض الدسم. يبدو اللب الوردي شهيا، لكن لا تنخدع به، إنه شديد السمية. وينطبق ذلك أيضا على البذور السوداء. سأذكر لكم الآن حقيقة ممتعة عن هذه الثمار. اعتاد الناس على استخدام فاكهة الآقية لتنظيف الملابس لخصائصها الفعالة في تنظيف الملابس، إذ تحتوي حبوب هذه الثمار على مادة الصابونين التي تمنحنا تلك الرغوة التي نحتاجها للغسيل. لم تعد لهذه الثمار شعبية كبيرة كما في الماضي، رغم أن هناك قلة من الناس يفضلونها على الصابون الصناعي. القشطة الشائكة من الفواكه الأخرى التي يبدو أنها غير متوفرة في الولايات المتحدة. يمكن أن تطلق هذه الثمار إن لم تكن ناضجة سموما خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. لا تحزنوا يا عشاق القشطة الشائكة، إليكم بعض الحلول. يمكنكم الحصول على اللب المجمد من بعض المتاجر. الفاكهة نفسها لذيذة ويشبه مذاقها مزيجا من الأناناس والفراولة، لكن لم توافق عليها إدارة الغذاء والدواء لمشاكل تتعلق بالسلامة. إن كنت تتناول القشطة الشائكة فاحرص على تجنب بذورها، لأنها سامة بالنسبة لنا نحن البشر. انظر هنا، هذه مانجو، إنها آمنة ولذيذة. والآن انظر إلى هذا، تشبه هذه ثمار المانجو عندما تكون خضراء، لكنك حتما لن تود تناولها. تنمو هذه الثمار على شجرة بونغ بونغ، وثمرة واحدة كافية لإنهاء حياة أي إنسان. لكن من قال أن عليك تناولها؟ يمكنك استخدامها كمزيل للعرق، لكن هناك خيارات أكثر أمانا للتخلص من الروائح الكريهة، لذا يفضل ترك هذه الشجرة وشأنها. والآن من الناحية الشجرية، ليس بالضرورة أن تكون الشجرة سامة لتكون خطيرة. فمثلا تملك شجرة صنوبر بونيا مخاريط عملاقة تفوق حجم رأسك. تخيل حجم البذور التي تحملها تلك المخاريط، وبالتالي الخطر الحقيقي الوحيد الذي تشكله هذه المخاريط هو أن يضرب إحداها رأسك بالخطأ أثناء سقوطه. بالنسبة لما تبقى، سيمنحك صنوبر بونيا شايا لذيذا إن غليت بذوره. بذور هذا النوع من الصنوبر خالية من الجلوتين، لذا يمكن إدراجها إلى أي نظام غذائي عصري. كانت هذه الأشجار موجودة منذ عصر الديناصورات، لكنها نادرة الآن، ويكاد يكون وجودها محصور على كوينزلاند في أستراليا. نعلم جميعا أن الجرعة تصنع السم، أليس كذلك؟ ولبن المانغروف خير دليل على هذا القول. يمكن لهذه المادة أن تكون مفيدة للأغراض الطبية وسامة عند استخدامها بطريقة غير صحيحة. أجل، ربما لا تكون الجرعة نفسها سامة، لكن هناك طرق علمية تحولها إلى سامة. قد تؤدي عصارة هذه الشجرة إلى ظهور البثور والحروق، وقد تسبب العمى المؤقت مثل شجرة المانشينيل.
توجد شجرة الزجاجة غالبا في ناميبيا، لذا إن سافرت إلى هناك وشعرت بالعطش لا تقترب من تلك الشجرة الشبيهة بزجاجة، فهي لا تحتوي على الماء. تحصل شجرة الزجاجة على شكلها هذا بعمر 5 إلى 8 سنوات، وتتخذ هذا الشكل لتحمل الماء لنفسها. إن تجرأت وتذوقت الماء من هذه الشجرة فيؤسفنا القول أن العاقبة غير سارة. إنها شجرة شديدة سمية للإنسان والحيوان، لكن بالنسبة لتلك السموم الموجودة في الماء فهي للحفاظ على رطوبة الشجرة، ولولاها لأخذت الحيوانات كل الماء منها. لتجنب ذلك طورت شجرة الزجاجة آلية حماية من الحيوانات، وعلى ما يبدو من بعض البشر أيضا، للحفاظ على رطوبتها. هذه نصيحة جيدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا، نبات جنبي جنبي. ربما صادفت نبات القراص اللاذع مرة على الأقل في حياتك. إن عاقبة لمس نبات القراص ليست ممتعة إطلاقا، فلن يستمتع أحد بالطفح الجلدي والإحساس بالحرقان. حسنا، يمكننا القول أن نبات جنبي جنبي الذي يبدو غير ضار، والذي هو من عائلة القراص اللاذع، يتبع الآلية نفسها تقريبا، لكن العواقب مختلفة. قد ينتج عنه أحيانا شعورا مزعجا طويل الأمد، لكنه قد يكون قاتلا في بعض الحالات. لكن إليك النبأ السار، هناك ترياق لهذا النبات، يمكن أن يساعدك الشمع أو حتى الشريط اللاصق في إزالة شعيرات جنبي جنبي. المشكلة الرئيسية هي الشعيرات الصغيرة العالقة في الجلد. الحل الذي ذكرته مجرد إسعاف أولي، لكنه ينفعك كثيراً.